بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء الرباني الإيماني الذي يجمع بيننا وبينكم على أثير هذه الإذاعة المباركة، سائلين المولى جل علاه أن يجمع بيننا وبينكم في الفردوس الأعلى مع خير خلق الله سيدنا محمد رسول الله، ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ما زال نواصل الحديث عن موضوع هذا الأسبوع، وهو قضية الأرزاق. تكلمنا في حلقة سابقة عن الحكمة من تقسيم الأرزاق بين العباد. ربي عز وجل من حكمته الواسعة أنه فضل بين الناس في الرزق، وهذه حكمة بالغة. وتحدثنا كذلك في موضوع آخر عن أسباب البركة في الرزق، وعن الأسباب التي كتكون هي الماحقة للبركة في الرزق. الأسباب الجالبة عرفناها باش نجتهدوا فيها جميعا، والأسباب السالبة حتى هي عرفناها باش نجنبوها بإذن الله. اليوم غنفتحوا الخطوط ديالنا باش نتكلموا على بعض القصص اللي هي واقعية وعاشوها الناس حقيقة. كم من واحد كان فقير وغناه الله تعالى، وكم من واحد كان غني وفكر الله تعالى، وكم من واحد تدرج عبر سلم الغنى بعد تعب وشقاء، والناس أحوال وأشكال، لكن السعيد فيهم هو من كان راضيا برزقه. اليوم غنتكلموا على الحكمة في الرضا بما قسم الله لك من رزق. السعيد بين الناس ماشي الغني وماشي الفقير، وماشي داك اللي كيتعب وكيسعى باش يجمع المال. السعيد في كل هؤلاء هو من كان عنده الرضا، راضي بالوضعية ديالو بما قسم الله له. أكيد أنكم أنتم مستمعي الأفاضل عندكم حالات عشتوها أو شفتوها أمامكم ديال قصص مثيرة وغريبة في أناس وصراعهم مع الرزق، اللي كاين اللي كيجمعوا وكيضيع ليه، وكاين اللي بين عشية وضحاها نزل عليه من السماء، وكاين اللي تدرج في سلم الغنى بعد تعب وشقاء فمر العمر ولم يبقى منه إلا القليل. غادي نعرض على أسماءكم مستمعي الأفاضل واحد القصة، قصة في التراث الديني القديم، فيها حكم وفيها عبر وفيها معاني كثيرة. وبغيتكم وراء القصة أنكم تستمطوا من الأحكام والعبر والدلالات، أو تحكيوا لنا قصص على منوالها وقعت لكم أو ممن حولكم. هذه القصة وقعت في عهد سيدنا موسى عليه السلام. كان واحد الرجل فقير عمره كله وكيخدم وعمره مجمع المال، شحال هو كيخدم وكيدمر، كيضرب البالا ويضرب الفاس ويدخر ومجمع والو. اشتعل الرأس شيبة وأصابه الهزال ومرض مرضا شديد، ما بقت عنده قدرة أنه يهز الفاس والبالا. هذا الرجل ما تزوج حتى كبر، ومن اللي ولد يلا ولد واحد البنية في سن متأخر، عايش هو ومراته في واحد الكوخ. الزوجة كطيب ليه ما قسم الله، هو كيمشي يخدم داكشي اللي جابوه هو هذاك، والبنية الصغيرة كتفرحهم وكتواسيهم. لكن المرض ديالو ما راضيش على الوضعية، كتقول لي أنا بغيت هادشي يتغير، هاد الوضعية مزرية، هاد الوضعية لا أتحملها. شوف الناس حولنا كيعيشين بالنعيم وبالخيرات وبالتمتعات، وأنا عايشة معك هنا في القهرة، بغيت حل. الرجل مسكين ولا كيضاع في الخدمة ديالو بالليل وبالنهار، يقلب ويتعب ويشقى.
ولكن والو صحته ما مساعداش والمال قليل والظرفية صعيبة. واحد النهار طلع للجبل في الغابة وكيحطب وجه العطش والحر الشديد وشاف راسه بأن ما عنده تشي أمل في الغنى أو أنه على الأقل يرقى راسه. فإذا به يلتقي بنبي الله موسى عليه السلام اللي كيتسمى الكليم، كان كيتكلم مع الله تعالى مباشرة. هذا الرجل جعل سيدنا موسى سلم عليه بأدب وتقدير، قال لي يا نبي الله أنا قاصدك في واحد الأمر، بغيتك تساعدني. نبي الله موسى ما عنده مال، توا راه غير راعي الغنم، وحتى هو يالله خدام فلاح عن سيدنا شعيب. قال لي أنا بغيت قصدك، بغيتك توسط لي عند الله جل علاه، أنت نبي وكليم كتكلم مع الله مباشرة، قل لي يعطيني شي بركة، بغيت نعيش مزيان، بغيت نرقع حياتي، بغيت نفرح مراتي، بغيت وضعية تكون أحسن. وبدا كيبكي داك الرجل، حقيقة قطع القلب ديال سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى مشى عند رب العالمين ورفع أكف الضرعة، وربي كيسمعو وكيجاوبو وكيتجاوبو وياه. سيدنا موسى نادى على الله، ربي عز وجل أجاب موسى، قال لي يا رب هذا الرجل فقير وشيخ كبير وقد تعب وشق في الدنيا، يا ربي رزقه شي رزق حلال، أعطيه شي رزق كبير، بغي يتنعم، بغي يفرح، بغي يسعد. ربي عز وجل جاوب موسى، قال لي يا موسى هذاك السيد الرزق ديالو اللي عطيته هذاك هو اللي كيكفيه وهذاك هو اللي كيواتيه، إلا زدتو شوية ديال الرزق غادي يطغى، غادي يتجبر، أو أنه غادي يعذب نفسه، أو أنه غادي يعذب من حوله. هذيك البركة اللي كاتب ليه في الرزق ديالو كتوصلو، راهي الحد في القد، راهي المناسبة إليه، راه زدتو غنعذبو وأنا ما باغي نعذبو. داك الرجل بقى مصر، وسيدنا موسى حارج مع الله تعالى وبين الرجل، والرجل قال لي قولي غير يعطيني غير يعطيني. الله تعالى أراد أن يقيم سيدنا موسى شاهدا على هذا الأمر، قال لي شوف ياك باغي نعطيه، رب العالمين قال لي أنا سوف أعطيه 3 دعوات مستجابات، يدعي باش ما بغى، يدعي بالملك، يدعي باش ما حب الخاطر، غنعطيهم ليه ولكن عارف غيضيعهم، رحمة به غنقسمهم عليه على 3، كل ليلة غيدعي بدعوة، كل ليلة دعوة، باش لا ضيع الأولى غيدرك الثانية، وإلا ضيع الثانية غيدرك الثالثة. سيدنا موسى خد البشارة وجاي فرحان عند الرجل الشيخ الهرم الحطاب، قال له أبشر الله تعالى عطاك 3 دعوات مستجابات اللي بغيتيها غتوقع. داك الرجل فرح، أرمى الفاس ورمى البالا ومشى كيجري الكوخ ديالو، دخل الدار، هي عبارة عن كوخ قصديري، لقى المرا ديالو قالت ليش الرجل شتك اليوم جاي بكري والبالا والفاس فرط فيهم وجاي بيدك خاوين، ما شتش معك لا طعام لا شراب لا تقضية، كيف الحالة؟ الرجل فرحان كيقول لها يا زوجتي انتهى أيام الفقر وانتهت أيام التعب والمشقة، را عندي كذا وكذا، وزف لها البشارة، خبرها بالخبر. المرأة فرحات، قالت لي وهاد الدعوات غتاخذهم كلهم ب3؟ قال لا إيه، أنا تعبت وشقيت وطلبت ونلت مرادي. المرأة غضبات، قالت لي واش نسيتي اش دوزت معاك من سنوات ديال الضياع، سنوات تاع العذاب، سنوات ديال التعب والمشقة والسهر والفقر المدقع، أعطيني أنا يو خذ منهم. قال لا ما كاين بس، غنعطيك واحد الوحيدة دعيبة باش ما بغيتي، وأنا غناخد 2. قالت لي لا 2 بزاف عليك الرجل، أنت كبرتي وهرمتي، بارك عليك غير وحدة، أعطيني أنا 2. وبدوا منازعين بعضياتهم حتى كادوا أن يتشاجرا بالأيادي. البنت كتبكي، شافتهم خاصمين، فإذا بالرجل ويقول لها بلاتي بلاتي، حنا هاد الدعوة اللي غنتخاصموا عليها بجوج ما غناخذها لنا لنتي، غنعطوها للبنية، خذي انت وحدة وانا وحدة والبنية وحدة. قالت لي ما قلتي عيب، هذه قسمة عادلة. ملي جات الليلة الأولى غروب الشمس، مع غروب الشمس غيكون الدعاء،
الرجل بغى يدعي، المرأة قالت لي بلاتي اش بغيت تقول في الدعاء ديالك، اش غتمنى على الله تعالى؟ قال لي انا ما بغي والو، غنطلب الله عز وجل يعطيني شي صندوق عامر بالدراهم، هذا هو الطلب ديالي. بغى لاكي سوسيال، بغى واحد الصندوق عامر بالفلوس باش ينعس مع راسو تا يشبع نعاس في الصباح، ومن اللي فيق يحل ديك الصنيديقه وياخذ واحد الحفينه ديال الفلوس ديال الدراهم ويمشي للسوق ياكل ويتقدى داكشي اللي بغى ويرجع يكمل نعاسو، هادشي اللي باغي، ما طالب غير التقاعد. والمرأة قالت ليه الراجل بلاتي حنا راه عندنا شي بركه نقضيو بها اليوم وغدا، وخليني انا الاولى ندعي، وانت دعوتك خليها حتى الغدا ودعي بها. قال لا انا دابا غندعي. قالت لي بالله عليك واش نسيتي الصبر اللي دوزتو معاك؟ واش نسيتي الايام السوداء اللي دوزتها معاك؟ واعطيني غير هاد الفرصه الراجل، اعطيني هاد الفرصه هادي ندوز بها، خليني انا الاولى ندعي. الراجل شاف تشبع، قال لا لا كلمتك ما طيحش، يا الله الله يعاونك الله يسهل عليك، خذ انت هي الفرصه ودعي انت الاولى. الراجل مشى نعس كيتسنى حتى الغدا وربي راه ضامن ليه رزقه. المراه بقات كتخمم كتقول انا اش غندعي اش غنقول، مادام الراجل غيدعي غدا بالفلوس ماشي من المنطقي انا نعاود ندعي بالفلوس، الفلوس وحده غتقدنا وتشيط، خاصني ندعي بشي حاجه اخرى. اش خاصني اسيدي اش خاصني امولاي؟ كتفكر كتفكر شافت راسها في المرايا، بان لها الشعر ولا شيب والتجاعيد في وجهها، وبات لها الاسنان طاحوا والعوينات غراقوا والركاب خواو والصحه مشات والشباب ولا وادبر. فين الشباب؟ ما كاين. هي تقول يا ربي الدعوه ديالي رجع لي الشباب واعطيني الجمال واعطيني الانبهار، خلي اللي شافني يبقى حال فمو في هذا الجمال. انا دائما كانوا كيسبوني وكيطيحوا مني ودائما كانوا كيتهموني وكينقصوا مني، وبغيتك دابا الان ترد لي العز وتعطيني هذه الكرامه اللي بغيتها. الدعاء مستجاب لا يرد. قالت الدعوه ديالها ومشات نعسات، فاذا بالله جل علاه في المنام يعيد صناعتها من جديد. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، أعاد الله إنتاجها من جديد. في السروية فاقت بكري بغات تمشي كيف العادة تسقي في الواد، هزت القلة ديالها ديك الجرة وتم تغادي الواد بغات تسقي. يلا وصلت حدا الواد فإذا بكل الناس اللي كيسقيو وقع لهم الانبهار، حلوا فهمهم كيقولوا سبحان الله ما شاء الله ما هذا الجمال ما هذا البهاء، وقع لهم انبهار. شافت راسها هي في الصفحة ديال الماء بل لها نور يتلألأ، ما صدقتش راسها بأن هي أصبحت أجمل من القمر، واحد النور عطاها الله واحد الجمال واحد البهاء. فإذا بها يدخلها الكبر والغرور والاعتزاز بالنفس، أصبحت تترنح في مشيتها كطاووس، وأصبحت تتمايل هنا وهناك وترسل القهقهات، والناس كلهم مندهشين لهذا الجمال وهذا البهاء. الخبر صار في القلية وفي البلدة، فبلغ الحاكم ديال البلدة. الحاكم سمع بأن واحد مرأة جميلة جذابة ظهرت في بلدته، تم جاي الحاكم ركب فوق العود وجي مع الخدم ديالو، وصل شاف داك المشهد وقع له الانبهار حتى هو، ما شاء الله على جمال وعلى بهاء، عطاء إلهي. سولها لا لا واش انت يا مزوجة؟ قالت اش كتسول هذا السؤال؟ قال لا لك تي ما مزوجاش راني أرغب في الزواج منك. المرأة دورت في راسها قالت ودبه هاد الحاكم بقي شباب وصحة وعافية وعطيه الله المال والجاه والسلطان، وانا رجع عند الحطاب مره ثانيه، هذاك الشيخ الهرم هذاك الشارف هذاك اللي كان دوزت معاه الايام ديال التعب دوزت معاه سنوات الضياع، ابدا ما نبقاش معاه. هي تقول يا سيدي انا ما مزوجه. قال الخادم يلاه هزوها ودوها للقصر ديالي وهاد الليله غندير بها العرس. جاو الخدام ديالو جابوا لها العربه تجرها 8 خيول بحال حريم السلطان، واحد المشهد عظيم، وغادي بها للقصر.
وسط القصر وقال الانبهار. يا سلام، شوف كانت كتعيش في كوخ، فإذا بالجمال ديالها يوصلها للقصر. كانت مزوجة بشيخ هارم حطاب، ها هو الآن أصبح السلطان يتزوجها. السلطان بالفرحة ديالو يعني النساء اللي عنده طلقهم، قال لهم بارك عليا غير هذه. ونادى في القرية والبلدة بأن هاد الليلة غيكون عنده الزفاف على هاد المرأة. فعلا الناس جاءوا من كل حدب وصوب، وجاءت المزامير والدفوف والزغاريد والأكل والشرب، عرس أسطوري. ديك المرأة ما صدقاتش هادشي كله وقع في ليلة وضحاها. الحطاب فينا هو؟ باقي نعس. داز النهار، فاق الحطاب سول البنية ديالو، بقى جالس قدام العتبة ديال الكوخ. أبنتي انت فين يمك؟ قالت لي يا أبتي راه دارت الدعوة ديالها وربي عز وجل أكرمها وصبحت جميلة وجذابة، وشاف الحاكم وداها. الحطاب دخلوا الغضب وبدك يقول بأي حق ياخذ الزوجة ديالي، وبأي دستور وبأي قانون وبأي شريعة. وغضب الحطاب، خذ العكاز ديالو وتم غادي مسكين ظهره مقوس وغادي يصارع الخطوات حتى وصل للقصر ديال الحاكم. لقاه مليء بالأضواء، ولقى الدفوف والمزامير والزغاريد والناس فرحانين والأكل والشرب. والسلطان داك النهار كان كريم وجواد، بدا كينفق على الناس كلهم، كلوا واشربوا هنيئا لكم. الحطاب بدا كيتزاحم وسط الناس كيقولهم أيها الناس بلاتي راه ديك المرأة اللي غيتزوج بها الحاكم راه مراتي. الناس كيضحكوا وكيقهقوا وما صدقوش هذا الكلام، هذه خرافة، هذا ماشي كلام صحيح. هو بقى كيغوت والناس تجوقوا عليه، جاو الجنود قال هذا الكلام كتقول راه خطير. بعد كتر من الكلام ديالو والناس كلهم اندهشوا، قالوا اجي نسولوا نبلغوا الخبر للحاكم. الحاكم وصل له الخبر ما صدقش، قال ميمكنش ديك المرأة سولها، قال لأهلك فينا هما، حبابك فينا هما. سكتات ما كدويش، قال لهم بلاتي جيبوا لنا الحاكم نقابلوه بينه وبين هاد المرأة. جابوا هاد الحطاب الرجل شيخ هريم، وجاو جابوا ليه المرأة ديالو. شافها عرفها، عرف بأن الله تعالى أكرمها وعطاها الشباب والجمال والبهاء، لكن هي معروفة بأنها مرته. سولها قال لها فلانة نسيتي الأيام اللي دوزت معاك، نسيتي القهر اللي دوزت معاك، ودابا بيبغي يكرمنا حرمتيني. قالت لي شكون انت؟ انا ما كنعرفكش. الحاكم كيسولها واش كتعرفي هذا الراجل؟ كتقول ليه لا سيدي عمرني ما عرفته. والحطاب كيغوت كيقول لا انت مراتي دوزت معاك كذا وكذا. الحاكم ما صدقش، ما يمكنش. سول واحد المستشار ديالو قال لي اش ظهر لك؟ قال لي مستبعد، هذا شيخ هارم كبير وهذه بقى شابة صغيرة فيها نظرة الحياة، ما يمكنش يكون هادو زوجين، ما يمكنش. فالحاكم غضب قال لهم هاد الحطاب دابا غادي ينزل، غتنزلوه للسجن وغتجلدوه 70 جلدة، اعطيوه حتى يتوب. والمرأة طلعوها الفوق باش تجلس مع الحريم، وراه دابا يتم زفافها. والحطاب مسكين جروه ما حنوا فيه، كيدفعوه وكيعاود يطيح ويدفعوه، وغادي يجرينو حتى وصلوه للسجن. كتفوه بالسلاسل والاغلال وجابوا الجلدة صوت وبدوا كيجلدوا فيه. هو كيصيح كيغوت وكينادي ربي اللي خلقه، وكياكل في العصا وكيسمع الزغاريد وكيسمع الدفوف وكيسمع الطبول. الزوجة ديالو تزف الى غيره، هو يتذكر اش قال لي سيدنا موسى عليه السلام من اللي قال له الله تعالى يا موسى هاد السيد الرزق اللي عطيته راه هو قياسه، إلا زاد عليه راه غادي يعذب راسو وغادي يعذب ناسو. تفكر قال يا ريت كون غير كنت بقيت كيف بكيت. وبدا كيبكي، هو كياكل في العصا وجسمه ما يتحمل، ومراته في القصر تزف الى غيره والدفوف والاغاني، قلبه كيتقطع وجسمه كيتصوت. وبقى هكذا حتى وصل غروب الشمس. وصل غروب الشمس، هذا الميعاد ديال الدعوة دياله، هويا ممكن يدعي وربي غيستجب، دعوة مستجابة. كتذكروا معايا في الأول أش كانت كيتمنى هذا الرجل؟ كان كيتمنى
الحلم ديالو واحد الصندوق عامر بالدراهم ينفق منه بغى لاكيس سوسيال. لكن دابا الان الحقد اعمى قلبه وشعر بنوع من الغضب الشديد، ارفع ايدو للسماء وقال يا ربي يا كريم، هاد المراه هادي دوزت معايا سنوات طويله وغدراتني وتعطلاتني من الخلف، يا ربي سلب من هذاك الجمال واعطيها واحد الصوره تكون خبيثه، اعطيها واحد الصوره تكون مقززه اللي شافها يهرب منها، واعطيها رائحه كريهه اللي شافها ما يقدر يتحملها. وفي الحال استجاب الله الدعاء. وبينما الحاكم والضيوف ديالو فرحانين وكيتسناو غادي يجيبوا ليه هذيك العروسه فوق العماريه فوق الهودج، ايام زمان كان عندهم الهودج كيجيبوا الفرس او الناقه وفوق منه ديك الخيمه كتسمى الهودج فيها العروسه مخفيه في ستار. ملي جابوا الهودج والناس كلهم كيتسناو الانبهار وكيقول لهم الحاكم عندكم تنبهروا، هذا جمال ليس له مثيل، يالله رفعوا الستار ديال الهودج ويتبان لهم وسط منه قردة صورته مخيفة وخبيثة وريحته كريهة. فقالوا أعوذ بالله، هدي الله كانت جميلة وحسناء وجذابة فإذا بتتحول إلى قردة في هذه الصورة المقيثة لا شك أن هذه شيطانة. ثم قال ارجموها ارجموها. فقام الناس لرجمها كيضربوها بالحجارة وبالنعال وبالأحذية وهي كتجري هما تابعين بالضرب، شيطانة ارجموها. فإذا بها هي كتضرب وزوجها يجلد وكيتفكروا بجوج. اش قال لهم سيدنا موسى عليه السلام؟ راه لعطيتهم شي حاجة زايدة، راه غادي يعذبوا نفوسهم وغادي يعذبوا ناسهم ويعذبوا من حولهم، خليهم على حالتهم بقاو هكذا. هي كترجم ديك الليلة كلها والصبح مازال كترجم وزوجها يجلد ديك الليلة كاملة والصبح مازال كيتجلد. وبقات البنية وحيدة تبكي بدون أم وبدون أب، وحيدة في كوخها حتى جاء غروب الشمس لليوم الثالث. هي عندها دعوة، بقى شيطة عندها، بغات تدعي مسكينة وقلبها مجروح، بغات امها وباها. اش قالت هاد البنت؟ قالت يا ربي رجع لي امي وبا كي كانوا نهار الاول، رجعهم كي كانوا نهار الاول يا ربي وجمع الشمل بيناتنا. وفعلا الدعوة مستجابة مباشرة، قضى الله الامر ففك سراح الحطاب واعتق واطلق سراحه، والزوجة رجعت الى صورتها الاصلية. ثم كفوا عنها من الرجم ورجعت الى الكوخ، ورجع جميعا إلى بيتهم الصغير، وقد عادوا كيفما كانوا وذهب عنهم كل ما كانوا يطمحون إليه، فعلموا بأن وضعيتهم التي هم عليها هي أفضل وأكرم. فتعانق وبكى بعضهم على بعض وتسامح واجتمع في كوخهم الصغير، وعلموا بأن هذا الأمر هو اللي كتب لهم الله، هذا هو حكمته البالغة. بعد ذلك هذه القصة ذكرها الإمام ابن كثير، وعلى إثرها نزل قول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. معنى الآية أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، لو شاء لوسع الرزق على كل عباده، اللي عنده يعطيه ويزيده واللي ما عندوش يعطيه فوق الحاجة دياله. ما الذي يقع؟ لطغوا وظلموا وتكبروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبر من علو وفساد، لكن الله عز وجل من رحمته الواسعة أراد أن يرزقهم بتقدير محكم، كيوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء تبعا لما اقتضته حكمته تعالى. الله عز وجل يقول ولو بسط، لو اعطانا الرزق كلنا كثير بلا حدود لبغوا في الارض، غنعودوا ظالمين، حتى واحد فينا ما غادي يتنازل، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، عارف سبحانه وتعالى الحكمه. لذا قال إنه بعباده خبير بصير، بعباده العبودية
خبير بصير، أي سبحانه محيط بعلمه بما خفي وظهر من أمور الناس، يعلم ما تصير إليه أحوالهم، فيقدر بحكمته لكل يعطيه جزاؤه. لو أغناهم جميعا لبغوا، ولو أفقرهم جميعا لهلكوا. وهذا فيه من الحكم ما الله به عليم. أيها الأحباب الكرام، لن أطيل عليكم، أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع من أجل أن نتواصل معكم. أرقامنا 05 22 46 50 أو 51 أو 52. بغيناكم أيها الأحباب الكرام تقصوا علينا حكايات من القصص اللي وقعت لكم انتوما، كنتوا واحد الوقت فقراء وغناكم الله، كيفاش وقع؟ أو كنتوا أغنية ولكن مشى المال، أو كنت إنسان طموح كتدرج في مراحل الغنى. كل واحد منا له قصة في الرزق وله حكاية مع الرزق، بغينا نسمعوها ونستافدوا وناخذوا العبر باش في الخلاصة يطمئن القلوب ديالنا ونرضاو بما قسمه الله لنا. راه ما كاين لا فقير ولا غني، اللي كاين هو من راضي، من راضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الرضا بما رضي، اللهم آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. نعود إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المباشر، ونحن كلنا آذان صاغية وقلوب واعية لاستقبال مكالماتكم. هذا البرنامج هو نافذة مفتوحة على المجتمع، نستمع للمشاكل للهموم وللقصص الواقعية الحية، نستنبط منها العبر والعظات والفوائد، ثم نرتقي ونكتشف سر السعادة الأبدية بإذن الله تعالى. معنا مكالمات كثيرة من مختلف المدن المغربية الحبيبة، نبدأها من العاصمة العلمية فاس مع أختنا للا سعد. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور قريب أنا فرحان من حيث سمعت صوتك. الله يفرحك بدخول الجنة للا سعد، يا مرحبا بك للا. وشوية مرتبك. مرحبا مرحبا للا. بغيت نقول لك بغيت نهضر معك دكتور، الله يجازيك بخير. مرحبا للا سعد. على الموضوع اللي جبتيه ديال الأرزاق. إيه. اللي عنده صحيح صورة عنده كل شيء دكتور. الله 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 الله. هي الأساس من عمد البصر. الله. والصحة هي الأساس، أنا كنحمد الله ونشكره. الله. وخا على كل حال المعدبة شوية في حياتي. الله. كنعاني يا دكتور. ما شاء الله. ومحتاجك تسمعني. يا لالا احنا كنا هنا موجودين باش نسمعوا لك لالا سعاد، تفضلي اعتبر ناسك بانك جالسه مع خوتك وحبابك مجتمعين ومرحبا، قولي خير فرغ علينا قلبك لالا. بارك الله فيك يا دكتور. انا من جديد انا كنحس براسي كنعاني بزاف، ودني ما بحال اللي ما قابلاش بيا الدنيا، ما الله الله الدنيا ما بحال انا ماشي بحال انا ما مغاشي نقول بحال ما حبش بيها في الدنيا هادو في العالم. الله 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 الله. من تلتون اش كيوقع لك اسعاد باش كتحسي عاده؟ واش لقيتي العائله فقيره او لقيتي الوالدين منازعين؟ اش شنو الامور اللي ما عجبتكش يا بنتي؟ هو كلهم بحال بحال، ولكن عليا انا حياتي ما غاديش عليا. من جديد الوالده ديالي كانت شويه كتعنف مع الواليد، والظروف ما كانتش مناسبه، وولدت سته ديال الدراري وانا السابعه. إيه. وانا بحال ما كانتش باغي تجيبني في الدنيا. يعني بحال ما كانتش بغات ولدك ولكن غا فلتي ليها وتزاديتي. اييه صربتي الشوب وهذا، انا دابا مبغيتش نهضر على هادشي لكن هادشي كيعذبني في حياتي. ما شاء الله ما شاء الله. واحد شي حاجه ما في قلبي. ان شاء الله غتفرغي عنينا 50% غادي يمشي، وفي الاخر غندير واحد الدعوه ديال الخير 50% الثانيه غتحيد، وان شاء الله هذه الليله غتباتي مرتاحه باذن الله، والايام المقبله غتكون كلها لصالحك ولفائدتك باذن الله الواحد الاحد الفرد الصمد. امين امين
انا مزوقه في الله وفيكم امين. لا اله الا الله. من تزاديت بحال اللي كنت مثبته بالحياه كي كيقولوا تزاديت وبديت فيها هكا في الدار ظروف ماشي ديال الطبيب وهذا ما كانش كتمشي للطبيب. الله. وما لقح انا ما لقحش حياتي كلها زعما ما لقحت. الله الله الله. وصحتك كي دايره سعاد؟ ياك ما الحمد لله سليمه. سليمة ولا لا؟ علاش كنهضر؟ لا مريضة. علاش كنهضر؟ البنصر ديالي خلقت قالوا لي ما عندكيش جلالة في عينيك. الله 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 الله. ما كنشوفش مزيان وصحتي ضعيفة وماشي هي هذيك وعندي القلب. الله. وعندي فقر الدم. عانيت حياتي بزاف ملي كنت صغيرة. علاش ماماك ما لقحاتكش في السبيطار؟ ما كانش كتعرف. ايه ما كانش كتعرف. ما شاء الله ما شاء الله. عشت هنايا في الساس وهذا عشتي مع الناس. هي كانت يتيمه عشتي مع الناس رباوها كانت في الديور هكا. الله الله الله. وما كانش كتعرف بحال هذيك ربوا فيها الخوف وهذا ما كانش كتعرف وما قارياش. مسكينه هي ضحيه ظروف صعبه. ما نلوموهاش. لا ما كنلوموهاش انا كنقول الله يسمح لك انا مسامحه على هي ما اصلا ماشي ذنبها ماشي ذنبها ما داكشي اللي علم الله تعالى راهي دارته. لا اله الا الله. ومن بعد سعاد قريتي شويه في المدرسه؟ لا ما قريتش. عمرك ما دخلتي المدرسه؟ ما عمري ما قريت. وهي الدار من انا حتى المراهقه ديالي ما نعرفهاش كي كانت ما نعرفش. كانوا عندك صديقات ديالك؟ كنتي كتخرجي شويه كتنزهي كتبدلي الجو؟ هادشي اللي كيعلمني دكتور ما عمر ما كان عندي شي واحد في حياتي. لا اله الا الله. ما عمري ما خرجت ما عمري ما كان عندي اصدقاء ما عمري ما كنت حتى واحد انا مين عازله بوحدي. عايشه انت والالم انت والهموم. انا هادشي اللي كيعذبني عشان انا بغيت نهضر عليه واخا كبرت بغيت نهضر عليه. شحال العمر ديك دابا سعاد؟ شحال عمرك؟ ما بين 20 و 22 بحال هكا. لا ان شاء الله ما كبرتي والو باقا مازال شابه صغيره مازال العمر طويل امامك وعريض امامك ومازال غتغير الظروف وغتعودي ان شاء الله تعالى في وضعيه حسنه وبصحه وعافيه جيده حتى حاجه ما ضاعت. كنحس براسي بحال اللي محبوسه في شي بيت بحال اللي كنت زي محكومه عليا في سجن ولا هذاك كنت خرجت. الله كل الله شيء اللي تحكم عليه كيخرج وانا ما عمري ما ندخل الميت في الالاف. انت في سجن بدون حكم قضائي بدون جريمه اصلا وانت بريئه. لا اله الا الله. دكتور هادشي اللي كيعلمني بين اربعة الحيوط ومن العيال من العيال ديالي كاع ما كتطوى كنبقى عناسه. الله لا اله الا الله. متعلمت الاشقاء من صغري هما كيعتبروني مريضه كيقولوا لك سيدي تقيس انت مريضه سيدي تقيس انت مريضه. ما شاء الله ما شاء الله. ما تعلمت حتى ما علمتش نعتمد هكا على راسي. ما شاء الله. انا بلا بيوم ما تنسى والو هما اللي كيديروا كل شيء حتى حوايجي كيسبنهم اليوم. الاخت ديالي والوالده ديالي اكثر يا الاخت ديالي الكبيره هي اللي مقابلاني انا والام ديالي حتى الام ديالي مريضه. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي اللي كيضرني ما كنعرفش ندير والو ما معتمدش على راسي. مؤخرا كنفكر في النصيحة كنفكر نقتل راسي. أعوذ بالله أعوذ بالله. إياك بنتي إياك ثم إياك من ذلك إياك من ذلك. راه إن شاء الله أنت مازال باقا صغيرة ومازال أمامك الخير كثير بإذن الله. أنا عارف الله يغضب عليا أنا درت هادشي ولكن ماشي بيدي أنا عييت وأنا أصلا أنا ميتة ما عايشش أنا أصلا ميتة دكتور. لا أبدا أبدا سعاد لا لا شيء اسمع بنتي واخا هادشي اللي عاودتي لنا بأنه فعلا مأساة قوية هناك من الناس من عندهم مأساة أكثر منك أكثر منك. شوف اش وقع في سوريا شو وقع في اليمن الناس كيوقع لهم القنابل كل الصباح جالسين تا كيوقع كيلقى الاقدام تبترات والعائله ماتت. الحمد لله احنا ما وقع لنا والو الحمد لله. انت مازال شابه صغيره في مقتبل العمر مازال تعلمي غتعلمي ان شاء الله تمشي لمركز نسوي غتمشي للتعاون الوطني غتعلمي الطرز والخياطه ست شهور وان شاء الله تعودي معلمه بارزه تعلمي الطبخ والحلويات وديري الترويض وديري الحركات وديري بزاف ديال الاشياء وتسترجعي الطاقه واللياقه البدنيه ديالك. ومازال امامك ان شاء الله تعالى
ربي يلقي المحبة ديال شي شاب وسيم ولد عائلة طيبة في قلبك وتزوجي إن شاء الله وديري الوليدات وتسافري وتخرجي من ديك الدائرة المغلقة ويكون لك أصدقاء وجدد وتكون حياة طيبة ما زال الخير إلى الأمام. لالا سعاد دابا أنت بنتي وقع لك مشكل هو أنك درتي واحد السياج اللي هو يا مبني أصلا وانت زدتي بنيتيه وشديتي السوارت ورميتيهم في البحر. لا حاولي ما أمكن تحطمي كل هذه الأدراج اللي هي مبنية من الأوهام. موقع لك والو الحمد لله ما زال أمامك الحياة الطويلة. سعاد ما زال معنا؟ دكتور أنا بغيتك دابا تعبري لي واش أنت عندك القدرة أنك تحطمي هذه القيود وتحطمي هاد الأشياء اللي هنا من قدر الله. ربي عز وجل قسم لنا كل واحد فينا واحد الوضعية ولكن ربي قال لنا بغيتكم بالإرادة والعزيمة القوية اعتمدوا عليا واخا تكونوا نتوما ضعاف وتكونوا مقارينش وتكونوا فقراء اعتمدوا عليا. أنا العليم نعطيكم العلم، أنا القوي نعطيكم القوة، أنا الغني نعطيكم الغنى. نستمد من الله تعالى ونقدروا إن شاء الله تعالى نحطموا كل القيود الوهمية وغادي ننطلقوا إلى الأمام. بغيتك سعاد تعبري ليا واش عندك هاد الهمة عندك هاد الإرادة؟ لا ما عندي شومي كنبغي بحال كنجمع مع ديت أنا سنجمع مع العائلة كوهذا نعم ما كتجينيش كيبقاو ينتقدوني ديك طوال أنا أصلا يدي طوالين ورقين ما شاء الله ذاتي طويلة جاية طولتي فايتة القياس كيبقاو يقولوا لي طويلة على وراء ما شاء الله انتقادات كنعاني بزاف باش انا منعزل بوحديتي ابدا خصك تكوني لالا سعاد تقولي لهم واحد الكلمه قالها واحد من الصالحين تا هو كان مسكين الخلقه ديالو فيها عيوب ويقول لهم هل تعيب الصانعه ام الصنعه. هاد الناس اللي كيعيبوا واش كيعيبوا الصانع ولا الصنعه؟ دابا حنا صنعه الله ولكن الصانع هو ربنا. الا كانوا كيعيبوا راه كيعيبوا الصنعه ديال الله تعالى. ما تخليهمش يأثروا عليك بالعكس الا قالوا لك شي كلام جارح راه كينقصوا عليك من الذنوب وانت كتاخذي من الحسنات ديالك. دابا انت اصبحتي تاريه كل مره هما كينقصوا منك كياخذوا لك من الذنوب والخطايا وانت كتاخذي من الحسنات ديالهم فانت الان اصبحتي تاريه بالحسنات غير بالصبر ديالك. كيبقاو يقولوا لي ما فيش صوت بلا صوره معنى ما كنبغي نفرض رأيي ونقول بحال بشي حادث انا كنبغي ندخل هكا كيقول لي انت ما نفع والو فيك الصوت ما فيك الصوره لا والو فيك الصوت ما تسمعيش لي بحالك ما خصهمش يهضروا انت اللي بحالك ابدا انت الحمد لله صوت وصوره وانت خلق الله والانسان بيقينه وايمانه وباتصاله مع الخالق ديالو. انت سعاد ماشي انت اللي اخترتي هذه الوضعيه ربي عز وجل له اللي قسم وحنا غادي نرضاو بما قسم الله تعالى وندافعوا على الوضعيه ديالنا. وضعيتنا انا مقتنع بها وانا راضي بها وكنحمد ربي ونشكرو على ما اعطى لا اعترض عليه. وقولي هكا قوليها بقوه وبيقين وغتشوفي بان الله تعالى يباهي بك الملائكه في السماء يقول يا ملائكتي انظروا الى امتي قطرت عليها الرزق ومع ذلك صابره ومعتزه بما اعطيتها وراضيه وغتشوفي بان الله عز وجل غيعطيك واحد السعاده في قلبك وغادي يفتح لك من هنا لقدام غادي يفتح لك ابواب مغلقه وغادي يلاقيك مع ولاد الخير غادي يلاقيك مع الناس وجوه الخير اللي غادي يقدموا لك المساعده وغادي ربي غيهيئهم حتى ربي ملي كيحب العبد المؤمن عارفه ضعيف ما قادرش هاي ربي عز وجل لا يهيئ اناس اخرين اعطاهم المال اعطاهم السلطه اعطاهم الجاه كيهيئهم وكيقول لهم انتم في غتكونوا في خدمه عبد فلان ذاك المقهور في الخدمه ديالو وغتشوفي ربي عز وجل هما غيساعدوا بالخدمه ديالك. اذا احب الله عبدا سخر له اناسا من اطيب خلقه وربي غادي يعاونك اختي سعاد. لا اله الا الله. مؤخرا تتني اختي عند واحد الطبيب الله يجزيه بخير دوز لي بلا فلوس وقلت له زعما لقى شي امكانيات كنشوف بعينيا ولا شي حاجه قال لي انت هكا خالقه وما يمكنلكش بحال ما دير شي عمليه ولا شي حاجه هذيك الزويجه باش كنتزادوا انا ما عنديش وانا مشات لي ما بقيتش نشوف بعين ما شاء الله الخليه الليل مشاو لي الخلايا والخليه النهار تما مشاو لي ما شاء الله هي قال لي واحد
شويه في عيني دليصه هي اللي كنشوف بها شويه. الله الله الله. ولكن ما كنعتمدش على راسي، غسل يديني ويجيبني وتنعتمد بيها، حتى كنبقى نتفتف هكا ونقبض ونشد عاد كنبقى نعتمد على ما كنعرف. ما شاء الله ما شاء الله. هذه كتسمى اراده الله، إرادة الله. ربي عز وجل كي لعطاه عيون جميلة وفرحان بها، وديك العيون كيغري بها الآخرين وكيجمع بها الذنوب، وكي لعطاه الله تعالى عيون مريضة راه كيصبر وكيحتسب وربما يجمع بها الحسنات. ما تعرفيها عند من؟ للا سعاد دائما اعتبر بأن ما أصابك هو من إرادة الله. ربي بغي يشوف كل واحد منا على حال. هو سبحانه احنا غنفرحوا سيدنا ايوب عليه السلام ملي عطاه الله تعالى واحد المرض خبيث 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 ما كاينش بحاله، ومراته كتقول لي يا ايوب انت نبي ودعاؤك مستجاب، طلب الله تعالى يرفع عنك هذا البلاء. كيقول لها لا، ربي عز وجل هو بغى يشوفني هكا، مرحبا به، خليه هكا حتى يبغي ربي يحيده. خلي عندك هذه العقيده وغتشوفي بان الله عز وجل سوف يعوضك، حتى حاجه ما ضاعت لك، حتى حاجه نهائيا. انت عندك 20 سنه او 22 سنه دوزتها في العذاب، أنا كنقول لك عندك 22 سنة ديال الأجر والثواب. ربي عز وجل كل يوم كيعطيك من الأجر والثواب ما الله به عليم. ولو قلبنا دابا الصحيفة ديالك غنلقاوك أنت من أغنى الأغنياء، لأن الصابر على البلاء يوفى أجره بغير حساب. واللي جاي إن شاء الله في المستقبل بإذن الله الواحد الأحد غادي يكون أفضل وأحسن. اللي غنوصيك سعاد حاولي ما أمكن، أو أول حاجة أنك ترضاي بقدر الله. اللي سولك قل لي هذا قدر الله، واش حنا غنتحاربوا مع قدر الله؟ لا، اللي سلم لقدر الله ربي عز وجل كيبارك له. الامر الثاني سعاد هو افرحي وسعادي بما اعطاك من نعم اخرى. كاين بعض الولاد صغار ما عندهمش البصر اصلا، وكاين اللي مقعد، وكاين اللي يتيم ما عندوش لا والدين ولا اخوه ولا اين ولا اين. نحسوا النعم اللي اعطانا الله تعالى ونعتمدوا عليها ونطلقوا ان شاء الله، نقلب على رزقي ونزاحم مع خوتي وانا متوكل على الله. طبعا انا كندير الاسباب، غير شويه الاسباب، الاسباب ضروريه، ولكن ماشي نقهر نفسي بالاسباب غير ما تيسر. وربي غادي يبارك ليا في ديك القله غيجيب كثره. سعاد اصبري وصابري واحتسبي. ونقول لك واحد الرجل من الصالحين كان كثار منك، عاش اليتم وعاش الفقر وكان مكفوف مشى ليه البصر، وكان ابرص كل الجلد ديالو الابيض، وكان اقرع الشعر كله طاح، وكان مقعد مشاو لي مسكين الركابي، وكان فقير معدم، وحياته كلها عاشها غير في الاعلام وفي الاعذاب كثار منك الا سعاد. ولكن كان سبحان الله العظيم دائما مبتسم، دائما ضحك، دائما فرحان، وكيقول واحد الكلمه كيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. كيقولها ويقولها بصوت مرتفع وفرحان بها. داز واحد السيد رجل من خيرة الرجال، رجل عنده سلم عالي في السلطة وعنده الثروة وعنده الجاه وجميل ووسيم وأنيق والأبهة، ولكن مقلق، ولكن الابتسامة ما عندوش في وجهه، ولكن حزن عميق يسكن في أعماقه. تعجب قال واه هذا شو حالته كيديره؟ وكيقول بابتسامه الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دخلوا العجب وجدك الرجل الغني الثري الوسيم، جا عندك الضعيف قال له بالله عليك غير قول لي باش فضلك الله تعالى، باش انت اعمى ومقعد وابرص واقرع وفقير، باش فضلك الله؟ ويقول لي مبتسما فضلني الله تعالى بان اعطاني قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. هذه نعمة عظيمة، هذا تروى، راه التروى أحباب الكرام والرزق راه ماشي دائما الكونت بونكير اللي عندي شحال فيه من صفر على الشمال، وكذلك التروى ماشي هي البنايات الفارهة اللي كنتلكها أو السيارات المتعددة أو الراتب الشهري أو السلطة أو الكرسي اللي كنحكم فيه، أبدا ماشي هذيك هي السلطة ومشي التروى ومشي الرزق. أعظم الأرزاق، من أعظم الأرزاق قلبا خاشعا. إذا أعطاك الله قلب خاشع فأنت من أغنى الأغنياء. قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللسان ما فيه عظم ما يتعبش، بقى نذكر الله تعالى اللسان ذاكر. راه كاين اللي مسكين عطاه الله كل شيء وحرمه من الذكر، هذا محروم ما عنده والو.
وجسدا على البلاء صابرة. كيقول لي المرض اضرب يا مرض، يا مرحبا بك يا مرض. قام كيخمم عنده سرطان، كيقول لك يا مرحبا والف مرحبا. كيقول لي الطبيب راه عندك السكر طالع، الطونسيون راه تمشي فيها، كيقول لي يا مرحبا والف مرحبا. ملي كيقول هكذا راه هرمون السعاده يصعد في الجسم، وكيعود حمايه للجسم، واللي يحفظ الكئيب كيشدو غير الرواح، كتشدو غير الشقيقه، كيجي غير وسواس صغير وكينهار كليه. علاش؟ حتى لم يحصل قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. سعاد ان شاء الله تعالى ربي عز وجل يسمعنا ويرانا، ونلتمس منه نقول يا رب هذه بنيتنا سعاد اللهم اسعد قلبها، سميتها سعادا فاسعد قلبها يا رب، يا رب من هذه الليله المباركه، هذه الليله عندك يا رب نتجمع فيها مع اهل الخير واهل الفضل واهل الجود والكرم، اللهم اسعد قلبها، اللهم املأ قلبها بالإيمان وباليقين وبالأفراح وبالمسرات، اللهم اجعلها لا تفكر إلا فيك يا ربي يا كريم. يا ربي اسمك العظيم فارزقها العظمة، واسمك الرزاق فارزقها المال الوفير، واسمك الكريم فأكرم مفادتها يا رب العالمين، واسمك العليم فعلمها مما جهلت. اللهم يا ربي اجمع شملها ولاقيها مع الأخيار، يا ربي اجعل في طريقها تلقاها مع الأخيار، مع الناس الزينين غير مع الناس الكرماء، غير مع الناس الطيبين اللي يساندوها ويعاونوها، جعلوا في الطريق ديالها يا ربي يا كريم. وفيما كان شي واحد معكس يا رب اصرفوا عنها، اصرفوا عنها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واسعد قلبها برحمتك وجودك يا كريم. قولوا معنا امين 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 يا رب العالمين. ونعتذر لمكالمات كثيرة معنا في الخط وانقطعت لطول المكالمة، معذرة عشر الله خطواتكم. والآن نتحول إلى وجدة مع أخينا أبو يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الزوجة ديالك الشريفة. يا مرحبا بك للا. ربي يخليك، شكرا أستاذ على هذا البرنامج ديالك. حياك الله لأم يحيى، يا مرحبا بك. يا شيخ عرفتي دابا انا هادي شي 15 شهر نعم لله كنت بخير، توقعت لي واحد كنت هكا بخير ونعست، وقعت لي بحال شي حاجه هكا في الجسم ديالك بحال كريز بحال هذا. نعم. ونقلوني العائله وانا مريضه، نقلوني للمستشفى ديك الليله. نعم. المهم ودست عليا بمزيان كما كنقولوا. الله الله الله. ومن بعد ديك الليله صافي وليت كنبقى هكا زعما ملي كيشوفوني الاطباء وكيفحصوا الجسم ديالي كيقولوا لي ما فيك والو، يعني كاع دوك الاعضاء ديالي صحاح ما شاء الله، ما فيش زعما شي مرض ولا، ولكن كنبقى هكا مزيانه حتى كتجيني ديك الحاله صافي كنولي فواحد الحاله خايبه بزاف كنرد كن، ولكن الحاجه كاع زعما اللي كتوقع لي كاع خايبه هي انني وليت كئيبه، وليت كنخاف من الموت، الموت ديما لازمني، صافي كنقول غادي نموت ما عندي لاش غادي نعيش. الله يحفظك يا رب. والحياه ما بقات كتسوى عندي حتى شي حاله. الله ما عنديش زعما ما عنديش الامل في الحياه، نقول غادي نعيش وغادي ندير ونحقق شي حاجه، ما بقى عندي لا امل لا والو، صافي بحال كنعيش شي فراغ والناس كيشوفوا الحياه كنت كنشوفها حتى انا ماشي زعما غير الناس، انا كنت كنشوف الحياه بها وانها زوينه وخصنا نخدموا ونديروا ونفعلوا ونكونوا اكتيف دابا لا صافي وليت كنقول علاش غادي نعيش وعلاش هادي وعلاش هادي، انا اصلا غادي نموت وكنخاف من الله بزاف، كنقول الله راه السير شديد العقاب، وما كنا ما كنتش بحال ما كنتش كنلتزم هكا في الصلاه، ما كنتش كندير الحجاب، ما كنتش كندير بزاف د الحوايج، كنقول غادي يعاقبني الله وانا درت بزاف د الاخطاء، وكنستغفر ولكن تحيل ما بحالي زعما ما كنقول راه كثرت الذنوب على انني نبقى نستغفر راه كثرت الذنوب. لا اله الا الله. وحاليا دابا انا مزوجه ما كنهتم لا بالزوج لا بالمنزل ديالي لا الله يحفظك، يعني فواحد الحاله واخا ان داك الزوج ديالي زعما كيحاول معايا وكيدير معايا مجهود وكيصبر معايا وهذا، ولكن كنشوف اني الا مشيت على هذا المنوال واحد المده نقدر نضيع. الله يحفظك لاله أم يحيى، الله يحفظك لاله. يبدو لي بأن الحالة ديالك لأم يحيى راه ما عندك لا مرض عضوي ولا ألم جسدي. ما عنديش مرض عضوي، الأطباء كيقولوا ما عندكش مرض عضوي. هذا اللي صابك أختي، هذا وسواس، هذا وسواس وغالبا أصابك عن طريق العين،
عن طريق العين، لأن الإنسان لك كتف الأول مقبل على الحياة، سعيدة مع زوجك مع مقبلة ابنك. مقبلة وكنت خدامة وكان عندي سبحان الله كان ربي عطاني بزاف ديال الحوايج، كان عطاني الشباب والجهد والمال وكما كيقولوا الجمال. دابا سبحان الله ما بقى عندي لا مال لا جمال، حتى في الوجه ديالي تبدلت. الله ما بقاش داك الجمال، ما بقى والو، وكلشي كلشي ضاع، ما بقى حتى شي حاجه. حتى حاجه ما ضاعت اختي ام يحيى، غادي يرجع حسن الرزق، غادي يرجع والنظره ديال وجهك كترجع والسعاده بينك وبين زوجك كترجع باذن الله. اللي وقع لك يا ام يحيى حسب ما يبدو هو انك اصبت بعين، لان الانسان اللي اعطى الله النعم قد يتعرض لحسد الحاسدين او كيد الكائدين او سحر الساحرين او غير ذلك، وقد يترتب عليها وسواس خناس كيدخل الودن ديالنا، ومن بعد كتلقى النعم كتمشي والصحه كتدبل. هذا كله كيتسمى ابتلاء. نسموه اختي ام ام دابا اللي كاين كل بحال دابا انا كل شيء مشى لي، بقى لي شنو اللي بقى لي غير الوسواس. وانا واخا ندير مجهود كنقول لا الله غفور رحيم، وناس كنت لقيت مع فقهاء كيقولوا لي لا راه الله غفور رحيم، والا تبكي بحال ذاك المثال ديال شي واحد ضاعت له الناقه ديالو ورجع الدابه ديالو، وكان زعما واخا هكاك ولكن من بعد بحال دوك النصائح ما كيدخلوليش لعقلي، ما كيشدهمش. هذاك الوسواس اللي عندك كيحاول ما امكن يستفرد بك ويصور لك الله عز وجل بانه شديد العقاب ويعطيك الخوف، وهذه اللي قال فيها الله تعالى. وكنتخيل ديما الموت في راسي، كنقول راه غادي يجي ملاك الموت غادي ياخذ روحي، غادي نمشي للقبر وغادي الى ما غفرليش الله غادي نتعذب في القبر. ويوم الحشر شحال صعيب يوم الحشر، كيشوف دابا الا كنقرا القران وكنقرا الصور ديال يوم الحشر، كي غادي ندير انا في ذاك يوم الحشر وبوحدي وربي راه صعيب وهادي. حاشا وكلا، رحمن رحيم رحمن رحيم رحمن رحيم، الله عز وجل رحمن رحيم. أختي أم يحيى ما وقع لك هو وسواس قهري أصابك، صور لك الحياة كلها بأنها قاتمة وفكرك بالقبر وبيوم البعث، وصور لك الله عز وجل تصوير خاطئ. قدر أستاذ على اسم ديال أم يحيى، أنا ما سميتش أم يحيى، ما كاين بس لا اسم مستعار، ما فيها بس زوج ديالي هي ما فيها بس لا ما فيها بس، هذا اسم مستعار مزيان لله، هذا فيه الستر، وحنا بس باش نفتحوا عليك أكثر فأكثر، نأكد لك يا أم يحيى. يا شيخ زعما راني محتاجه شي دعاء ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله ربي عز وجل غادي يفرج عليك ام يحيى ان شاء الله تعالى، ربي يفرج عليك ويحفظك من كل داء وسقم باذن الله تعالى. هذا وسواس خناس. عرفتي يا دكتور كنبقى كنكون بخير في داري هكا انا وزوج ديالي ضحكين، نمشي غير نتكا نعم جوج دقائق ما كاملاش، لا اله الا الله، الجسم ديالي كله كطلع مع واحد الحراره وكنحس بصافي كنقول هذه صافي هذه هي الموت. هذاك تلبس، هذاك تلبس شيطاني، كيجي حراره هو خلق من نار، كيدخل الانسان لان التلبس الوان واشكال، من بينهم كيجي عن طريق الهم الشديد والقلق الشديد، كيبدا يدخل من المنافذ من الاذنين من الانف من العينين من الفم ومن القبول والضبور ومن تحت الاظافر، كيدخل بالجلد والاظافر كيطلع لي ديك الحراره كتطلع لي صافي. أيه. خصني نمشي الرد خصني، المهم راك عارف دوك هذا صافي كنقول غدا محال ما نصبح غدا انا كون ميت غدا غدا الحد الحد كيموتوا فيه بزاف الناس، الجمعه يبقى ما تجمعها مزيان بعد الجمعه ديال الناس المؤمنين ما شاء الله. صافي غير كندور وسوسه، هذه كلها وسوسه اختي، لدرجه انني دابا كنبقى غير مع راسي وكنقول يا ربي حلالي صافي تقهرت حاجه ما داك الصبر سمحي لي ما بقيتش قادره نصبر. وعطيني واحد العقل كيقول لي لا راه الصابرين واحد الطريق للجنه. اييه وكنقول زعما الا كان من عند الله هذا الشيء مرحبا به، الا كان شاهد لي سبب في هذا الشيء انا راه ما نسبش الوجه. والله اختي لا نقول لك واحد الدواء والله رايته في المنام، رايته في المنام كيف ممكن ان تقهر هذا الوسواس المارد، والله رايته في المنام بكلمه واحده ممكن تقهره قهرا كاملا، وهو كلمه لا اله الا الله، 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 كنقولها وكنعاود بقوه كنخرج من الاعماق. والله رايته في المنام مره وقع لي مشكل، شي ناس كيسولوني بحالكم ما عرفش نجاوب، وهادشي كاين من غنتعلمو ما كاين لا في الكليه لا في المعهد. نمت وذكرت الله تعالى فرايت كيف يتلبس
هذا الشيطان المارد بالإنسان. هو كيبان هو صغير، لكنه ممكن أن يرتفع ويرتفع ويرتفع حتى يبلغ عنان السماء، كيكون طويل وقوي، ثم يلفظ من فمه واحد الريح، هي ريح كيلفظها وكتكون سخونة وكتدخل مع الإنسان في الشرايين ديالو، ومن بعد كيستحوذ عليه. هذا اللي قال فيه الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فاستحوذ عليهم الشيطان كيخليك تنسى الذكر ديال الله تعالى وكتفكر غير في الهم. وهنا كنلقاو بأن الذكر ديال كلمة لا إله إلا الله ربي سبحانه وتعالى كيجعلها قوية وكيحفظ كل إنسان من هذا الشيء. وقع مباشرة هذا الشيطان المارد يحرق، يحرق بأمر الله تعالى، فإذا بك يصبح رماد. وصيت إليك أم يحيى كلمة واحدة واضبي عليها: لا إله إلا الله من أعماق قلبك. وغتشوفي بأن الله جل علاه الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، غتلقي بأن هذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة اللي مفتاح الجنة واللي هي سر الوجود، غتحميك من جميع الوساوس تقهرهم قاهرة. وغتقول لي واحد الكلمة: الله وهو القاهر فوق عباده. من التغلبي غير التغلبي، قولي هذه الكلمة: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وغتشوفي بأن كل من يعتدي عليك من إنس أو جن يقهر بأمر الله تعالى بفضل القهار، يقهره الله تعالى. وغتلقي بأن الله يشافيك ويعافيك. فنسأل الله الكريم المتعال يا أختي الفاضلة، نسأل الله تعالى أن يشافيك من كل داء وسقم. فاللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على إخوته وأهله، يا كاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف غم المغمومين. اللهم يا رب نسألك في هذه الليلة أن تزيل هم أختنا أم يحيى. اللهم أزل همها، اللهم أزل همها يا فارج الغم، اجعل لها من أمرها فرجا ومخرجا، يا سامع كل شكوى ويا كاشف كل بلوى. يا الله يا الله يا الله، اللهم يا رب اجعل كلمة لا إله إلا الله عليها حصنا حصينا. حصنتك بلا إله إلا الله من فوقك، وحصنتك بلا إله إلا الله من أسفلك، وحصنتك بلا إله إلا الله عن يمينك، وحصنتك بلا إله إلا الله عن شمالك، وحصنتك بلا إله إلا الله من أمامك، وحصنتك بلا إله إلا الله من خلفك، وحصنتك بلا إله إلا الله من كل جوانبك. اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله حصنا حصينا. أيها الأحباب، كلنا نقول لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم اجعلها علينا جميعا حجابا وسترا مستورا في الدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب يا كريم. ونعود إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المباشر، وننتقل اللحظة من وجدة إلى إقليم تنغير مع أختنا وردية. نعم أمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته للا وردية. أمي الحاس طيب كربا، أهلا وسهلا ومرحبا. أعزكم الله للا. كدير أمي لبس عليك وشي بخير؟ الحمد ربي ونشكره. هنا الوقت. الحمد لله هاني، الحمد لله. الحمد لله. والله أستاذي الكريم، ثم والله يا أستاذي إنك دائما تسرج قناديل العلم والأمل، فتحية إجلال وتقدير لكم أستاذي الكريم. شكرا، شكرا لك للوردية الكلمة الطيبة. بارك الله فيك أستاذي الكريم. بالنسبة أستاذي الكريم لموضوع الرزق، هناك أسباب تجلب الرزق وأسباب تمنع الرزق. نعم. وأسألك أستاذي الكريم أن تصحح إن أخطأت، فمعلومات سمعتها شحال هذه أستاذ. العفو العفو لله. فأسألك أن تصحح. نستفيد منك للوردية. فأنت أستاذ أنا ونحن تلاميذك. استغفر الله، حفظكم الله، الله يكبر بك لله. بارك الله فيك أستاذي الكريم. بالنسبة للأسباب التي تجلب الرزق كما ذكرت البارحة، نعم، تقوى الله، نعم، وصدق التوكل على الله، نعم. الله جل في علاه قال في كتابه الكريم: نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. والحبيب المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم الله كما يرزق الطيرة تغدو خماصا
وتروح بطنان. وتروح بطنان. نعم. وطبعا إذا غلبنا أمر فلنقل حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وزائدا صلة الرحم كما ذكرت البارحة والشكر والاستغفار. الاستغفار سبب في سعة الرزق وتوالي النعم. نعم. والصدقة أيضا، الصدقة سبب في الرزق. نعم. فبالصدقة نستدر رزق الله، وفي نعم. الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك. نعم. وأيضا سمعت أن قراءة القرآن، أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره. أكيد. والتوسعة على العيال. أكيد. أيضا والزواج أيضا ففي الحديث النبوي الشريف. نعم. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله أن يعينهم، ربما هذا هو الحديث أستاذ. نعم هو هذا الحديث. نعم ثلاثة منهم الذي يريد العفاف والمدين. نعم نعم ذكرنا بهم أيضا للوردية. نعم. شكرا ما ثلاثة هذو اللي حق على الله أن يعينهم. رب الناكح الذي يريد العفاف. نعم. ربما المجاهد لا المدين اللي عنده كريدي، الغارم الذي يريد الأذى. نعم والثالث هو نعم والثالث هو العبد الذي يريد الحرية، أيضا الله عز وجل يعينه. نعم فالناكح الذي يريد العفاف إن شاء الله يمده الله بالرزق. نعم. كما أنه وأيضا طلب العلم، فمن طلب العلم تكفل الله له برزقه. نعم. وأيضا محبة سبحان الله، هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة. من طلب العلم لله، من طلب العلم لله، ليس للسمعة ولا للتباهي ولا للعمل، وإنما لله. الله تعالى أغناه سبحان الله. نعم نعم تكفل الله له برزقه. أيضا تكفل برزقه. أيضا نعم. نعم نعم تكفل الله برزقه. نعم, نعم. طالب العلم يتقاك يأكل كيشرب ومرتاح ورزق يأتيه من حيث لا يدري. سبحان الله. نعم تماما أستاذ. وأيضا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من أحبني فاجعل لي رزقه كسفا. هذا حديث أوسد صحيح؟ من أحبني فاجعل رزقه كسفا كسفا أو لا؟ نعم قد يكون المعنى، المعنى صحيح، لأن في عمل التصحيح والتضعيف تخضع لمجموعة من المقاييس العلمية، ولكن عموما نقول بأن المعنى صحيح فعلا، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كتكون سببا لإغداق الأرزاق من عند الرحمن. تماما. نعم. أيضا الهجرة، من هجر في سبيل الله حق على الله أن يعينه، قال جل في علاه سبحانه في القرآن الكريم. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. كثيرا وسعة. نعم ربك يوسع عليه، اللي بقى القضيق عنده في واحد المكان والأبواب مغلوقة بدل المكان. الهجرة قد تكون. نعم. من بلد إلى بلد، وقد تكون من بلدة إلى بلدة، من دوار لدوار، وقد تكون من دار لدار، حتى الخيمة نبدلوها، العتبة نبدلوها. إذا شفناها دائما مزيرين كنلقاو الهجرة من مكان لمكان، الله عز وجل يوسع الأرزاق. نعم يعني. إن أرضي وسعة كما قال الله جل في علاه. نعم. كتابه الكريم. وأما الأربعة التي تمنع الرزق كما سمعت أستاذ. نعم. نومة الصبح، قلة الصلاة، الكسل والخيانة. إيه نعم نعم أستاذ. نعم هذه كلها عوامل هي فيها ذنوب وخطايا، وربك يمنع بها الرزق والبركة. إيه تماما. وعلينا أن نعلم أيضا أستاذي الكريم أن رزقنا لن يأخذه غيرنا، فلنطمئن. نعم. في الحديث القدسي قال الله جل في علاه يا ابن آدم كلما لم أقسمه لك فلا تتعجب في طلبه، وكلما قسمته لك فهو يطلبك حتى تستوفيه. نعم. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق يطلب أحدكم كما يطلبه أجله. سبحان الله. إيه. كما أنه علينا أستاذ أن نرضى بما قسمه الله، نكون من أغنى الأغنياء ولو لم نكن نملك الكثير. إيه. القناعة أستاذ كما قال فضيلة الشيخ الجليل عمي الحاج محمد برا. نعم. أخصنا فيتامين قاف صراحة. نعم نعم القناعة كنز لا يفنى. نعم نعم أستاذ. والحديث صلى الله عليه وسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه. نعم. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هي حقيقة اللي أعطى الله الثلاثة أعطى الدنيا كلها، أعطى الله آمن في الدار دياله، ما كاين لا حروب ولا خلل أمني، وعنده قوت يومه كاين باش يقضي اليوم، ومعافى في بدنه، ما مريض ما كيتشكى. نعم. هذا هو الغني، هذا هو الملك، هذا أعطى الله كل شيء. Yeah. وأحيانا الإنسان مثلا يكون فقيرا، فالفقر أبدا ليس عيبا أستاذ وليس ذنبا. نعم.
بدليل ان الاغنياء ان الانبياء والمرسلين معظمهم كانوا فقراء ومحتاجين. نعم استاذ. نعم. بالنسبة أحيانا الفقير ربما قليل المال يحس بأنه حقير دليل مهان لا تسمع له كلمة. نعم. كما واحد القصيدة أستاذ سمعتها على هذا الموضوع يعني على الفقير. نعم. يقال يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب أكرمكم الله إذا رأت زاغنية أصغت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا عاديا نبحت عليه وكشرت أنيابها. ما شاء الله. أما الغني, نعم. أما الغني صاحب المال أو السادة. نعم. ربما يراه الناس عزيز محبوب ماشي كل شيء لا أعمم. نعم. يراه الناس عزيز محبوب بل يهابه الجميع. نعم. وإذا أخطأ فلا أحد يجرؤ أن يكلمه. نعم. إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال. نعم. وإذا الفقير أصاب قال كلهم قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالة. نعم. إن الدراهم في الأماكن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. سبحان الله هناك من يرى الغني فعلا عزيزا محبوبا. نعم. دراهم هي كل شيء ولكن المال ليس كل شيء. نعم هذا الشاعر الذي قال هذا الكلام. نعم. هذا شاعر. نعم. ساخر يسخر من وضعية اجتماعية ربما. نعم. أيام زمان. نعم. نعم كيف الناس أن الناس أصبحوا عبادا للدرهم والدينار ونسوا بأن هناك قيم وهناك أسرار أخرى ربانية قد لا يدرك الناس بعينهم المجردة. نعم. نعم أستاذ وكما قلت قبل قليل أستاذي الكريم مزيان يكون قلب المسلم شاكرا ولسانه ذاكرا وجسمه على البلاء صابرا. نعم. شكر وذكر وصبر فيها نعم وأجر. نعم نعم هذا أستاذ. أما الأخت هذه اللي هدرت قبيلة أم يحيى. نعم من وجدة. نعم اللي عندها مشكلة ربما دي الوسواس القهري. شغل نقول لي يا أستاذ. نعم أنا بعد الخطرات كي جيني بعد الوسواس راه كنت عاودت لك أستاذ. إيه مهم أستاذ. الإنسان ضعيف كلنا ذلك الإنسان. نعم. إحنا كنا ضعفاء تماما أستاذ. نعم عليها أن تثق بأن بعد الشقاء سعادة وبعد المرض صحة وعافية. نعم. وبعد الدموع ابتسامة وبعد التعب راحة وبعد المعاناة هنا إن شاء الله الفرج قريب بإذن الله. بإذن الله بإذن الله قد أدينا عبادة عظيمة وهي حسن الظن بالله. الله الله الله. شوف ما عندي مساك لالا وردية هذه كلمة طيبة وعظيمة جدا. الناس كي ظنوا العبادة هي الصلاة وهي الصيام وهي الحج وهي الزكاة هذه أركان العبادات. هناك عبادات أخرى مهملة ذكرتنا بنا حسن الظن بالله هذه من أعظم العبادات. اللي عنده حسن الظن بالله راك يتعبد الله بهذه الطاعة. نعم واليقين بأن الفرج قريب مرة أخرى إن شاء الله فرصة أخرى إن شاء الله أستاذي الكريم نعاود لكم حيت ربما من 2000 أو 2001. نعم ابتلاني الله بالمرض إلى 2016 مرة أخرى نعاود لكم شوية. نعم المهم أستاذ أحيانا الإنسان كي يكون مريض بزاف وراد وسط واحد الفترة بحال هذه أستاذ بلاء هذا بلاء وابتلاء. صحيح ربما واحد الطريقة غريبة لا أدري هل هي غريبة أم عجيبة أم جميلة. نعم. أحيانا إذا لم تلأ القلب يعجز اللسان عن الكلام. نعم. واحد الطريقة كنت كنديرها ربما هناك من سيضحك ولكن أحب أن نستفيد للوردية نستفيد عليها. نعم إيه مرحبا لله. كان مثل هذا الحيط. نعم. الجدار ياك إيه؟ بالاصبع ديالي استاذ ماشي بالطباشير او بالقلم. نعم بالاصبع ديالي بالسبابه حتى نكتب واحد الدعاء طويل ربما من يراني سيقول انت حمقى او مجنونه أو نحو ذلك. نعم تماما اكتب الدعاء واحيانا ملي كنت ربما في 2001 كنت كنجمع واحد مجموعه من الحصى صغيره استاذ. نعم هذا استاذ كنت اعمل بها واحد الكلمه يا رب فهمتي استاذ. يا رب كنكتب في تلك الحصة يا رب هكذا كتجمعيها وكتسمعها. نعم. ما بيكي ما بيكي تنقول لي والو استاذ
ومن 2002 الى 2008 استاذ. المهم مره اخرى غير بعجله استاذ. نعم. من 2002 الى 2008 كنت عانيت من الدوخه بزاف، جريت هنا وهنا الاطباء لدرجه انه صافي استاذ عييت من الادويه، بل ما قدرتش كاع نشربها استاذ، مللت من رائحتها القويه. ما شاء الله. صافي استاذ صراحه مازال ديك الساعه مازال تنمشي للثانويه وهذا، واحد الفطر استاذ. نعم. واحد النهار استاذ مشيت للثانويه ورافقتني احدى البنات. نعم. قالت لي بين فيه استاذ، قلت لها اه. قالت لي عرفتي اش ديري؟ قالت لي امرتني استاذ بغريب، قالت لي ان اصلي الانسان المسلم عندما يريد الصلاه يستقبل القبله، ياك استاذ؟ نعم نعم. امرتني ان اصلي عكس اتجاه القبله. اعوذ هكذا بالله. هكذا والله يا استاذ امرتني بذلك، قالت لي يا راه هاد العلاج درته وشفيت بعدها تماما. والله قلت فراسي والله ثم والله ما نديرهاش، افضل ان ابقى مريضه واعلم ان الفرصه باذن الله قريب. احسنتي احسنتي إياه. وكان في عمري ذلك في عمري انا ذاك ربما 12 سنه استاذ. ما شاء الله ما شاء الله. وفي ذيك الفتره استاذ كنت مرتبة بواحد المرض اخر الا جابني بالدوحه وصداع الراس اضطراب الرؤيه مجموعه من الاعراض. ذاك المرض استاذ لم اخبره به اهلي نباتاتا. نعم. توكلت على الله ما مشيتش عند الطبيب نهائيا يعني استاذ من 2002 وشفيت منه تماما عام 2008. فهذا استاذ. نعم. العلاج الذي كنت متبعه استاذ هو الدعاء بين الاذان والإقامة والسجود في الصلاة. نعم. هذا الشيء اللي كنت كنديره أستاذ، لأني صراحة لم أخبر به أهلي. علاش؟ لأنهم قد يرغمونني بالذهاب مرة أخرى إلى الطبيب أخذ العلاج، وديك الساعة أستاذ راه مليت من تناول الأدوية. وبالنسبة للدوخة أستاذ كنت مشيت عند أحد الأطباء في مدينة الدار البيضاء. نعم. غير شافني أستاذ قال لي يا بنتي عالجي نفسك بنفسك، هذه الكلمة أثارت انتباهي. نعم. فبعد مدة أستاذ تبعت أستاذ الدعاء والأذكار والدعاء في السجود، هادشي اللي كنت شفت والحمد لله. الحمد لله. مرة أخرى أستاذ نعاود لكم بزاف الأمور. وبالفعل أستاذ الوسواس أحيانا يكون بسبب العين، فالويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بخير. نعم نعم. شكرا لله وردية، هذا في فوائد كثيرة. وكشفتي لنا على هي ان شاء الله باذن الله، كشفتي لنا على جوانب خفية من حياتك وكيفاش تحديتي هذه المعاناة. اكيد ان كل شابة صغيرة في السن ديالك مرحلة الثانوية قد تتعرض لمثل هذه الهزات النفسية، ولكن بحالك الحمد لله اللي عنده الايمان وعنده اليقين ما نخافوش عليه. وحتى هذه المدة إن طالت فكلها بلاء وابتلاء، كلها بالأجر والثواب بإذن الله تعالى. حفظك الله ورعاك للا وردية، وشكرا على تواصلك. ونتحول مرة أخرى من تنغير إلى مراكش مع للا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذ. مساء الخير للا. الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله، اليوم سد لي الخط. اهلا وسهلا بك. بغيت استاذ نتناقش معك نفس الموضوع اللي نعم. كتكلم عليه هذا الاسبوع على الرزق. نعم. وبغيت نقول لك ان راه كل شيء في يد الله سبحانه، يعني راه الرزق ديالنا وكل سميتو، يكفي ان الانسان تيهز يدو سمو تيقول يا الله. نعم. ربي ما تيفتحش غير باب واحد، اكيد يفتح البيبان اكثر من الانسان، اكثر من داك الشيء اللي كتكون كتوقع. اكيد يفتح لك الله تعالى 70 بابا، اللي بغى باب واحد الله عز وجل يفتح له 70 بابا. يكفي الانسان انه يكون قلبه عامر بالايمان ويكون عنده يقين في الله وثقه فيه سبحانه. انا استاذ دازت لينا واحد الظروف اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف. اييه. فهو استاذ يلاه تزوجنا انا وراجلي شهر. نعم. سكننا مع دارهم، راجلي تيما ما عندوش والده ديالو، عنده غير مرات باه، ومرات باه صعيبه معاهم شويه. إيه؟ يلاه سكننا شهر وجبدات شي صداع هكا، وقالت الوالد ديالو انا ولا هما في هاد الدار. وخرجنا انا وراجلي، ويلا راجلي خدام، يلا خدم في واحد الخدمه. وخرجنا، ماشي غير خرجت انا وراجلي وخو راجلي حتى هو خرجوا. الله الله. وخرجنا وكرينا واستقرينا.
يلاه استقرينا واحد الاسبوع. كاينين خوتي انا خوتي ساكنين حتى هما حدايا هنايا كيقراو اختي وخويا حتى هما تيقراو وتاتمت انا ما عنديش الوالد ديالي. نعم. قال لي راجلي هما انا كاري وكنخلص الكرا في الشهر وهما حتى هما كاريين وتيخلصوا الكرا هما غير يتامى وسعدت اللي تيدير الخير في اليتيم. نعم. قال لي يجوا يسكنوا معانا داكشي اللي كاين نشاركوا حنا كاملين. الله الله قلب كبير هذا قلب كبير. حط قال لي يد تيتحطوا 10 معقول. وجاو خوتي حتى هما معانا وليت انا وراجلي وانا ديك الساعه حامله بولدي وليت انا وراجلي وخوه وخوتي بزوج وتصور ب 46 الف ريال في الشهر ما شاء الله. خصي عيش هاد الاسره كامله ما شاء الله والحمد لله كنا عايشين وما عندناش ما خصناش الحمد لله عايشين بخير والحمد لله. تصور استاذ فيما كيتسد شي باب يكفي انني كنهز يدي للسما وكنقول يا الله وكنطلب الله كيجيني اكثر من داكشي اللي كتمتوقعه. سبحان الله. دازوا علينا ظروف صعيبه وظروف صعيبه بزاف فول لدرجه انه بعد نوبة ما تيكون عندنا حتى درهم في جيبنا ما شاء الله. وانا حامله وخصني ناكل وعندي مازال انا نصبر في راسي عندي ناس معايا في الدار خصني نوكلهم وخصني حتى هما نعطيهم ما ياكلوا هذا. اييه. المهم من بعد دازت تقريبا شي ربع سنين هكاك خوتي انا سالاو القرايه ديالهم مشاو اختي كملت قرايه وشدات الدبلوم ديالها وتزوجات خويا الحمد لله جا في 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 دار خد الباك ديالو ودار واحد السونتر جا ورق مع 10 في المغرب. تبارك الله تبارك الله وربي كيعوض خيرات. هذا في نقطه مزيانه ها هو دابا خدم تبارك الله وربي يعوضو حتى هو وانا وراجلي. المهم بقينا كاريين من بعد راجلي كان خدام خدمه يعني ما مستقر يعني خدمه يعني غير بكونترا ما مرسم فيها ما والو. نعم. ومن بعد ترسم في الخدمه ديالو وربي سهل عليه يعني بريمات والصالير ديالو تزاد. نعم. ودابا شرينا الدار ديالنا الحمد لله الحمد لله. يكفي ان الانسان يكفي ان الانسان غير يطلب الله غير يكون قلبه عامر بالايمان ويكون داير ثقه في رب داير ثقه في الله سبحانه وتعالى وراه ربي تيفرجها وربي تيسهل. اكيد اكيد. عادي فاش كنتفكر استاذ حنا دابا ماشي يعني ماشي يعني لاباس علينا بزاف ولا هذا وانما دازت عندنا ظروف اللي ما كيكونش عندنا ما ناكلو. الله 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 الله. ما تيكونش عندك ما تيكون عندك كدران في جيبك وفي نفس النهار ربي تيفرجها. سبحان الله. علاش؟ لانني انا ما عمرني يئست وما عمرني قلت اش هاد الحاله وما عمرني قلت شنو هاد الشيء ولي انا اللي كنت يعني قريت انا وكنت موظفه وكنت انا يعني بطامي عامر انا ندير فلوس وهذا وسمحت في خدمتي وسمحت في كل شيء انا وديت راجلي باش نكون اسره وباش نكون وليدات وباش نتفرغ لولادي ونتفرغ لراجلي. الحمد لله. الحمد لله. يعني هاد الخدمه اللي غادي نخدم اش نبقى تعبه غير الفلوس 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 ونولد ولادي نجيب شي وحده اللي تقابلهم ليا هي اللي غتربيهم ليا ما غنعقلش عليهم حتى الطفوله ديالهم ما غاديش ندوزها معاهم مزيان. اياه الام يعني هي المربيه. الام هي معهد التربيه الذي يتربى فيه. نعم. ولا تقبل النيابه تجيبي مربيه اخرى غير كتكرفس في الوليدات نهائيا. نعم. راه الا كانت ام صالحه والام صلحات راه كتصلح كيصلحوا الوليدات وكيصلحوا الاسره وكيصلح حتى المجتمع. نعم. الانسان ديما يبدا من ذاته لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اكيد. نصلح انا نفسي واحد اخر يصلح نفسه والاخر يصلح نفسه وهالاسره تصلحات وهالمجتمع كامل صلح. الحمد لله. يعني الانسان اللي في شي ظروف صعيبه واللي في شي في سميته ما عمره يأس. ومع عمر الانسان يقنط من الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. راه ربي كبير وتيفرج راه هذا الشيء كله يكون غير امتحان لينا. ابتلاء وامتحان. تصور استاذ باش كيكون عندي انا كنكون في شي ظرف بعد مرات صعيب واحد نوبا ولدي صغير والاخر ديال الشهر وراجلي ما عندوش ما عندناش ما نطيبو في الدار. ما شاء الله. ولدي صغير وتيرضع. اشنو غيرضع؟ ما كاين ما يرضع فيا انا ما واكلاش نهار كامل. الله 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 الله. ما عندنا والو ما عندنا والو ما نطيبو في الدار. يلا وصلت 12 نهار بحال هكاك عيط له واحد السيد راجلي جاب له الله واحد الخديمه يعني صور فيها اكثر من داك الشيء اللي كان موالف تيكون عنده في جيبه في النهار. تبارك الله ربي فرج. ربي فرجها وربي سهل. صور استاذ الا كانوا الناس كيجيبوا الكيلوات ديال اللحم ديالهم ولا انا كنت كنجيب رابعه وكنقسمها على جوج. الله ما شاء الله. وماشي عيب ماشي عيب الا ام عبد الرحمن. العيب هو انسان يسرق ويخطف اما اللي كيجيب القليل وكيكتفي به ومستور هذاك هذاك كريم هذاك ربي عز وجل يعزه ويكرمه. الحمد لله.
وي هو باقي عندنا واحد المشكل واحد استاذ yeah. هو ديال الوالد ديال راجلي علاقته مع راجلي مع راجلي علاقته مع باه yeah. يعني فاش وقعوا المشاكل مع مرات باه وخرجنا ما كيسولش فيه بات راجلي ما كيسولش في ولده نعم. ما تسوقش ليه ما عرفو واكل ولا ما واكلش ما كيتسوقوش نهائيا ربما الله يحسن عوانه عنده ظروف كبيرة مع المرأة الجديدة ومع عائلة المرأة الجديدة خاص الولد هو يسول على باه رغم كل شيء الولد هو يدق الباب ويسول نعم حنا دابا تنمشيو في ما كان شيء تنمشيو في ما كان شيء ولا هذا تنمشيو بعد نوبة حصلت حتى يكون راجلي ما خدامش ولا هذا تيمشي تيدي الداري تيمشي ولكن تنمشيو كنلقاو ديما واحد المعاملة يعني كتعامل واحد المعاملة اللي باش ما عمرك ما باقي ترجع ما شاء الله ومع ذلك كنوطا انا على نفسي تنقول ماشي مشكل وكنمشي مزيان صلة الرحيم من اسباب الارزاق الو نعم استاذ تلك لله صلة الرحيم من اسباب الارزاق انسان يدق الباب وخا يلقى الاخر غضبان وكذا لان الوالدين هادو نحضر راس ونبوس اليدين ونتمنى على الله تعالى التعويض ما هذاك الشيء اللي كاين حنا ما عمرنا ما شدينا رجل عليهم ديما فين ما كان شي حاجه تنمشيو تما سمعنا مريض ولا شي حاجه سوا فرح سوا حاجه خايبه حنا ديما تنمشيو وتندي ولادي واخا ما كيبغوش ولادي ما شاء الله تندي ولادي والانسان تيدير داك الشيء اللي قسم الله وتنجلسوا واحد السويعه وهذا ولكن ديما تنطلبوا معامله خايبه ما شاء الله ما تيجيوش عندنا دابا نهائيا وما ما تيجيوش عندنا الا عيطنا حنا عليهم عيطنا على الوالد ديالو ولا هذا تجي عندنا ودابا كاع خدينا كاع الدار ديالنا وهذا وكاع الناس تقريبا الجيران سكننا معاهم ما تنعرفوهم ما حتى شي حاجه وكلشي جا عندنا كلشي دخل عندنا كلشي فرح لينا كلشي باك لينا والوالد ديالو لحد الان راه عام لحد الان ما عمرنا ما سمعنا منه شي حاجه ما شاء الله ومع ذلك يعني خاصه هو يدق الباب هو يبقى يدق الباب على الوالد ديالو ويسول فيه في المناسبات وفي غير المناسبات لان كيبقى دائما الوالد رغم ما يصدر عنه كيبقى دائما الوالد معززا مكرما وهاد الزيارات ديالكم وهاد الصبر ديالكم راه كيكون مجلبة للرزق راه صلة الرحم كما قلنا من قبل هي من أسباب جلب الرزق والبركة إلى العائلة هذاك الشيء اللي كاين أستاذ الله يكمل لك رجاء أم عبد الرحمن وكنشكرك على التواصل ديالك وكنشكرك أنك فتحتي قلبك لنا ونطلب الله تعالى أنه يحفظكم ويرعاكم ويسعدكم أمين اللهم أستاذ. آمين يا رب امين حتى حنا تنشكروك استاذ وعلى هذا البرنامج ديالك وانا من المستمعات الوفيات للبرنامج ديالك وهذا يشرفنا كثيرا لأم عبد الرحمن انا استاذي كنت اتصلت بك واحد المره رديت اتصلت بك نعم. وما كنتش كيسحب لي انا ما كنتفسرش الاحلام وفسرتي لي واحد الحلم وقلتي لي انني لا ما وقع في الحج هذا العام نعم تفسير ديال الحلم لا لقيتي عاقل قلتي لي انك تنبأتي بما وقع في هذه الحادثه ديال المينان اللي وقعت في الحج اياه اكيد الى قلتي لي انني اتذكرت بك لاله ام عبد الرحمن اياه تذكرت لاله الله يجازيك بالف خير وكنشكرك على التواصل ديالك ومرحبا بك دوما صديقه للبرنامج كلامك فيه حكم وفيه عبر والفقر كما قلنا عمره ما كان عيب اللي عيب هو ان الانسان يسرق او يخدع او ينهب او يظلم ويعتدي اما الفقر فهو عطاء الهي والانبياء معظمهم كانوا فقراء وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شهرين وزيادة لا يوقد في بيته نار يعني كي يأكلوا الأسودين التمر والماء ومع ذلك جاءه جبريل قال لي يا محمد إني مبعوث الله إليك أجعل لك جبال مكة وتهامة كلها ذهب وفضة إلا بغيتي نجعل هذه الجبال كلها ذهب وفضة وتعود من أغنى الأغنياء قال لي لا أنا أريد أن أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر ويا ما مرت عليهم أيام ديال الجوع وديال العطش ما كيقوفا إلا مذقة لبن أو قلة من التمر أو الماء ومع ذلك هم في إيمانهم ويقينهم مرتبة لا يضاهى وربي عز وجل يتنزه في ملكه شكرا لك أم عبد الرحمن على هذه المشاركة الطيبة ونتحول من مراكش إلى أكادير مع أخينا عبد الإله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور لاباس عليك. لاباس الحمد لله سيدي. بخير. نحمد ربي ونشكره. لا الحمد لله صحة لاباس. كل شيء بخير أخويا. دكتور تنبغي واحد البنت. إيه.
وهي وهي بغات. نعم. والديا تما وافقوا. مزيان. وقت المشكل في والديا شنو ندير؟ وعلاش والديك رفضوا خويا عبد الاله؟ علاش والديك ما بغاوش؟ هذا ودي نجوزو نطلقها. وانت باقي عزري؟ اه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا ما نبغاش ما غنش نتزوج. ما شاء الله. وعلاش هي طلقات مسكينة؟ علاش طلقات؟ واش كان ضحية زواج؟ واش هي كان ضحية الزواج الأول؟ ما شاء الله ما شاء الله. وكاين شي طريقة باش تقنع الوالدين؟ كيف ندير؟ هو السي عبد الإله، أول حاجة المرأة المطلقة ماشي أنها تحرم من الزواج، نعم تتزوج، وماشي بالضرورة أن إذا جاء عندها شي واحد عزري يرفضوا العائلة. ممكن ذكرنا من قبل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المثال الأعلى، أول ما تزوج تزوج بامرأة أرملة عندها ولد، أمنا خديجة بنت خويلد، وتزوج بها ودخلت عليه مباركة مسعودة، وهذا أمر معتاد. لكن في بعض الثقافات وبعض التقاليد والعادات الآباء والأمهات كيرفضوا ولدهم الزواج الأول ليه، يتزوج مع امرأة مطلقة. يعني إلا حاولت أنك تقنع الوالدين وتأخذ بالتي أحسن يكون أفضل. إلا 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 رفضوا ما عليك إلا تبقى في صف في والديك. لا بد، اللي ما عنده خير في والديه ما عنده خير في غيره. حاول تقنعهم بالتي هي أحسن، قنعهم بجميع الوسائل، إلا اقتنعوا فبها ونعمت. إلا قدر الله تعالى بأن الوالدين بقوا مصرين على الرفض، ما عليك إلا تبقى في صف في والديك. وربي عز وجل أمرنا بطاعة الوالدين في الحلوة والمرة، والله يوفق الخير أخويا، الله يوفقكم خلاص عبد الإله. لا إله إلا الله. تو واحد ما لقاك يبغاها، ولكن هذه حال الدنيا، حال الدنيا. هذيك البنت المطلقة حقها أنها تعيش، حقها أنها تزوج مرة ثانية، ومن حقها أنها تلقات مع واحد عازب إذا القلوب ارتاحت بعضها لبعض. لكن دائما في الزواج ديالنا الحضور ديال الوالدين والموافقة ديال الوالدين أمر إجباري، رغم الحرية ورغم ثقافة حقوق الإنسان ورغم التقدمية ورغم قاعد المسميات، كيبقوا دائما الوالدين في شريعتنا وفي ديننا، يبقوا دائما حاضرين وفي الحلوة والمرة. ولا كلمة إلا كلمة الوالدين. علاش؟ حتى اللي مع الوالدين عمره ما كيخسر، اللي تبع الوالدين عمره ما غادي يضام. نهار يحصل طاعة الوالدين كتشفع عليه، وربي عز وجل كيفتح لي باب التيسير. ولكن اللي درنا واحد الأمر خصوصا الزواج بغير رضا الوالدين، داك اللي تزوجنا به هو أصلا واحد النار غادي يجي وغادي يسبنا بها، غادي يقول لك كون كان فيك الخير، كون كان عندك الخير في والديك اللي ولدك وربوك. فدائما الوالدين نعمة عظيمة ونعمة كبيرة، نحاول ما أمكن نسمعوا لهم ونأخذوا من الكلام ديالهم، وربي سبحانه وتعالى غادي يجازينا خير الجزاء. وبالمقابل كان بغي نقول للوالدين، إلا لقيتوا هذا الولد هذا ربي سبحانه وتعالى اختار له هذا البنت وبغاه وبغاته، لا داعي أنكم توضعوا العصا في الرويضة، خليهم يعيشوا حياتهم مدام أنهم متفاهمين فيما بينهم. وهذا البنت ربما طلقت لأن قد القدر ديالها في الأول صابت بشي راجل اللي كان ربما عنيف وربما كان سيء المعشر، وفضلت أنها تطلق منه، ولأنني تطيبة ربي عوض بشاب آخر عازب. ممكن فنتسهلوا ونخليوا الماء من يدوز، ما نسدوش الأبواب كلها، وربي يحفظ الجميع. وما نسوش كيبقوا دائما الوالدين طاعتهم واجبة، ولا ينبغي أن نخالف أمرهم، وربي سبحانه وتعالى يوفق الجميع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم احفظ والدينا سواء كانوا أحياء أو أموات، إن كانوا أحياء اللهم أطل عمرهم وشافهم وعافهم وبارك لهم في حياتهم، وإن كانوا أموات اللهم يا رب أسكنهم فسيح الجنات واجعلهم في عرصات الجنات من المنعمين. ونعود إليكم مستمعي الأفاضل ونذكر بأرقامنا الهاتفية المفتوحة في وجه الجميع، وهي 0522 46 72 50 أو 51 أو 52.
معنا مكالمات كثيرة، نبدأها من أكادير مع أختنا نادية. ألو، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا شريفة. أهلا سيدي قريبان، كي داير سيدي لاباس عليك؟ الله يبارك فيكم للا. ما شاء الله عليك أستاذ قريبان، ما شاء الله عليك، اللهم يبارك لك. أكرمك الله أختي نادية، أعزك الله. تبارك الله عليك سيدي في الكلام ديالك، اسم على مسمى. شكرا شكرا للا. وتعطي الشباب والناس كبار وصغار وكل شيء تستفد منك شحال من حاجه، والله اكثر من فرقه سيدي. الله يحفظكم للا، اكرمكم الله للا نديه. الله يسلمك يا سيدي، جزاك الله خيرا. شكرا شكرا للا. استاذ قريبان كنقول لك سيدي. نعم. انا مريضه واحد شويه بواحد المرض ما كنتش عارفاه، اكتشفته حتى على الكبر ديالي. إيه؟ وما كنتش عارفه سيدي، انا كانوا كيبشوا لي فلوس. نعم. وكان فيما كيتقدم لي شي واحد يعني يبغي يتزوج بيا ولا شي حاجه. نعم. يعني في الاول كنكون باغا، يعني كنكون فرحانه اني باغا كبنت شابه، يعني كنتزوج شي واحد. واحد الساعه اما وجه ديالي انا كيتبدل، ولا اما وجه ديال داك الشخص كيتبدل عليا. اييه. هذه من واحد ناحيه سيدي، واحد ناحيه كيمشي لي فلوس. نعم. انا كان كيمشي لي فلوس، كنحط الفلوس ديالي كنلقاهم مشاو. نعم. وكتهمي شي واحد هو مسكين بريء؟ لا، عمري انا وحده الحمد لله، ليكم ديما يعني فمي الله اعلم، يعني عمري ما اتهمت شي واحد، يعني ديما الله اعلم. ربما كتخطر لك بعض الخواطر، كتسائلي هاد الفلوس شكون اللي داهم؟ داهم يعني تديني بيزاق فيه، كنقول هاد الفلوس حقيتهم انا اللي كاين بوحديتي، يعني شكون يهزهم ليا؟ يعني واحد النهار سولت واحد الاخت ديالي قلت لها شي واحد الفلوس هنايا، اختي بقات كتحلف لي، قالت لي لا والله ما شفتهم، يعني ولا عمري ما شفت حتى شي واحد. نعم. واحد هذه واحد ربع واحد عامين سيدي، عاد اكتشفت كانت عاشورة قريبة عاشورة بشي نهار. نعم. انا كنت هزه واحد القدر ديال الفلوس في البسطان ديالي. نعم. مشيت خرجنا انا والام ديالي واحد الاخت ديالي، خدينا في حاجه وجايين للدار. يعني انا عارفه شحال خرجت من يديا، من ديك كنقلب الصدام ديالي كنلقى الفلوس اللي كنت حاطه ما كاينينش. نعم. يعني تفاجات. المهم مختصر الكلام سيدي، حتى فين عندي طويل. واحد السيد كان تقدم لي، واحد السيد كان جا عندي كان بغى يتزوج بيا. نعم. جا عندي انا بقيت كنبكي، قلت له لا، قال لي علاش انا ديما عطينا شنو السبب انك علاش ما بغيتيش رد الجواز؟ نعم. راني شي سبب، يعني انا الحمد لله ميسور، يعني بكل شيء خدمتي في الدوله، هو نيت السيد اللي شي حاجه في الدوله بدا الاسم ديالو. نعم. المهم قلت له واش غادي نقول لك، واش غادي تزوج بوحده مريضه؟ ما شاء الله. وجدوش بوحدك مريضة، بقيت أنا كنبكي، قال لي غير قولي نادية إن المشكل عندك أي حاجة عندها حل، المشكل ديالي ما عندوش حل، باش أنا كرهت أنا نتزوج ولد ولادي، ولكن هادشي اللي قسم لي الله، وتزوج بوحدة أنك مريضة تدخلها دار تبقى بفلوس. الله 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 الله. وحدة أنك تحط شي حاجة وتعطي شي حاجة تمشي لها تولي لها سارقة، واش يعني تبغي شي وحدة أنها أنا فرحانة بهذا المستوى ديالك أنت، أنا تجي تقدم لي في الدار ديالنا واحد الساعة ندور فيك حدا والدي وحدا العائلة؟ ما شاء الله. وبقيت أسيدي مهم كنبكي، وداك الشيء عيط واحد السيد كبير ما كبير غير الله سبحانه وتعالى. نعم. مهم لا داعي تاهو الاسم ديالو، عيط له قال لي فالار واحد السيده شنو المشكل ديالها؟ قال لي اه شكون لي، قالت اه على صواب. مهم عطيتو الاسم ديالي هاد السيد هذا، عيط لي قال لي البنت مريضه من الصور ديالها. البنت عندها العين وتركب لها المس وتركب لها السحر وشي كامل الله اعلم. يعني وهذاك اللي فيها هو اللي كيدي لها فلوس، هو اللي مخلي الزواج، هو اللي ياكل معاها، هو اللي كيدير لها المشاكل، هو اللي كيدير لها العريض، هو وداك السيد والله القاسم الاستاذ قريبان والله الامر ربي شاهد عليه لازم. ونعم بالله. إيه؟ يعني انا ما تنامن حتى شي حاجه. ما لقيتش انه من الناس انا كانوا كيقولوا لي شحال هذه ناديه راه وجهك مره كيكون مره كيتبدل مره وجهك مره هذه، وانا تنقول داك الشيء ما عمر ما دخلته في الراس ديالي. شاف لي واحد السيد عيط له بار تليفون، قال فوالا واحد السيده ها شنو
المهم هذا غير طاح التليفون قال لي البنت مريضه. نعم. قال لي البنت مريضه عندها واحد مرض يعني من الصغر ديال عندها خمسه. اييه. قال عندها خمسه يعني عندها خمسه عندها واحد المهم واحد اليهودي واحد المهم بقى لي شي هضره واخا داك الشيء ما دخل داك الشيء في راسي. المهم داك السيد قال لي انا غادي نداوي هاد البنت. المهم السيد بقى قرا عليا في غير التليفون ما شفتوش. نعم. سيد قرا ليا في التليفون عطاني شي حوايج قال لي ديرهم. قلت له انا اي حاجه نديرها بالقران نديرها يعني ندير نسخر ولا ندير الكتاب نغسل به ولا نبخر به هذاك داك الشيء ما تنديروش. نعم. وفعلا داك الشيء اللي كان قرا عليا السيد قال لي ها الصوره تبقى تقرايهم شنو غادي ديريها شنو غادي ديري شنو غادي. المهم داك الشيء كرم الله كله مزيان درته الحمد لله. نعم. السيد قال كيتحارب مع الناس تيتحارب مع شي اربعه ديال الناس قتل. نعم. ديال الناس وبقى لي واحد وسي فغي باش قال لي هاد الهضره عاد تيقت لي راه داكشي اللي فيه انا بصح. نعم. لا اله الا الله. المهم سيدي قال لي غادي يجي عندكم واحد طويل وغادي يجي عند اللي عزيز عليك في الدار. راه هرب لي واحد قال لك عزم على اربعه قتلهم وبقى واحد قال لي راه غادي تشوفي في داركم غادي يجي عند اللي عزيز عليك في الدار. وفعلا والله ربي شهد عليا فهاد الليله انا سمعت الاب ديالي كيغوت في الليل كيعيط كيسحب مع شكون يجيك داخل كيعيط بسميتي انا بسميت الام ديالي افلانه افلانه اف هادي شي شويه قينا با كيغوت وتيقول اعوذ بالله من الشيطان تيقرا في القران كيقرا كيقرا هذاك اللي يدخل عليه حل بيت عليه وقجو ما شاء الله. وعرفتي الاب ديالي بقى كيرا تيقرا في القران كيقرا وداك الاوصاف اللي قال لي داك السيد. نعم. لان هي اللي قلتها في الاب ديالي انا هاد السيد باش عاود ليا شي ما جاتني شي امر غريب انا ما بغيت نقول دارنا والو في شي ما يدخلوش تما كرافهم. نعم. انا غد ليا سيدي في الصباح ويقول لي با عرفتي شنو البارح شنو حلم شكون اللي جا عندي في الليل. قلت له مالك في البارح بقيت كتغوت في الليل راه سمعت كتغوت. قال لي راه جا عندي واحد طويل كحل جا بارك وجني وفعلا بحال الكلام اللي قال لي داك السيد ما شاء الله الهضره اللي قال لي داك السيد هي هذيك نيت فعلا تما باش عرفت ان راه فعلا داك الشيء اللي فيه راه فيا. المهم وبقيت اسيدي على هذا الحاس غادي نقول لك يمكن شي سبعه ديال الرقي اللي اقراو ليا ومتبعه دابا مع واحد السيد دابا كيقرا عليا قران وباقي داك الشيء فيا والحمد لله وانا عايشه ما شاء الله ما شاء الله. ودابا غير اختصرت كسيدي عرفتي راه كنعقل من الصغور ديالي وما كتبش هادشي الا هاد واحد ثلاث سنين عرفت بالله راه فعلا هذاك اللي عندي انا واللي كدير لي فلوس ديالي. نعم. دابا ولات عندي المشاكل في الدار غير بوحديتي معصبه. نعم. يعني كيتقد والحمد لله هاد واحد هيبه عطاها لي الله يعني مقبول عند الناس مزيان مع الناس كلهم كاملين كان ديال الخير في سبيل الله راه قدرني عليه الله راه كنديروا العائله كمحبوبه عندهم في الخدمه ديالي عند الناس كلهم كاملين ولكن هذا القضاء تقدر عليا انا راضيه بحكم الله والحمد لله سيدي. لا اله الا الله لا اله الا الله. واختي نديا هذا قدر الله الحمد لله هذا قدر الله وربي غيفرج عليك باذن الله ربي غادي يفرج عليك الله يشافيك ويعافيك يا ربي يا كريم. كنبغي نقول لك نديا هادشي كله اللي قلتي وارد فعلا شحال ديال الناس كيتعرضوا للسرقه في البيوت ديالهم وكيكونوا مأمنين المكان إلا كان معهم غير واحد زايد كيشكوا فيه وكيتهموا بالباطل وغالبا كيتهموا الخادمة أو كيتهموا شي واحد غريب ولكن كيتبين لهم فيما بعد بأنهم يحكمون نظام التأمين ما كاين تحد والفلوس كيتهزوا شكون اللي داهم. إلا قلتي لي بأن روح خبيثة كتدخل وكتهز الفلوس ما غيصدقوش لكن هذا واقع ووارد و مرات شفت حالات عائلات وقع لهم هذه الحالة وفي الأخر صدقوا بأن القضية كلها مرتبطة بروح خبيثة كتجول معهم في الدار وكتسرق. وفي السنة واضح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعث أبا هريرة إلى بيت المال قال لي سير جيب لنا بعض الأموال من بيت المال كاين الخزين. فلما دخل أبو هريرة لقى رجل غريب هز الحجر ديالو وكيجمع كيجمع داك الشيء اللي عطا الله وغادي يسرقو. قال لي سارق لأحملنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدا كيبكي داك الشخص قال لي ارجوك اسمح لي راني فقير وعندي عيال
وما عندي جهد بقى فيه. قال لي انا غنسمح لك ما كاين بس سير الله يسهل عليك. ودست مره ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا هريره قال لي سير قلب لي جيب شي مال من بيت المال جيب معك من الخزين. بعد دخل ابا هريره كيتفاجئ مره ثانيه بنفس الشخص انه داير الحجر ديالو وكيعمر في المتاع وغادي يسرقوه غادي يهرب به. عاود امسك به قال لي لا احملنك الى رسول الله. بقى الاخر كيستعطف وكيبكي وقال لي اسمح لي عندي عيال فقراء وما عندهمش. فبقى فيه مره ثانيه قال لي سير في حالك الله يسهل. مره ثالثه وقع نفس الشكل. هاد المره الثالثه قال ليه والله لا احملنك الى رسول الله. بدا كيبكي الاخر قال لي شوف انا اطلق مني وسوف اعلمك كلمات اذا قلتها عند نومك لن يكون لك اي اذيه. قال لي شنيا؟ قال لي اذا اويت الى فراشك اقرا ايه الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. ابو هريره تعجب هذا الكلام غريب. هذا صارق وكيقول هذا الكلام كلام جيد كلام حقيقي منطقي ورباني وايماني كيف هو صارق. ف تفاجأ وطلق منه وخلاه مشى. رجع ابو هريره يتساءل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعه. قال لها شقاع شقاع وذاك الشخص في الاخر قال لي كلام غريب. قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال اولا تدري من كان يا ابا هريره؟ قال لي من؟ قال لي انه شيطان. شيطان دخل الى البيت ويسرق. وذاك يوقع في بيوتنا لابد ان تكون محصنه بالقران العظيم واذا نمنا لابد ان نقرا ايه الكرسي. بعض الناس كيقدر يكون هو كيقرا ايه الكرسي وكيحصل البيت بالقران العظيم ولكن يتسلط عليه هذه المخلوقات. غنقول ذلك بلاء من الله. بلاء اصابك اختي ناديه. هذا الى وصل الانسان كيقدر يمنعه من الزواج كيمنعه من عده اشياء في الحياه ديالو كيدير ليه موانع كيدير ليه كيتسمى العارض كيعتارض بينه وبين الاخرين. نهار تلقى شي واحد ويبغي يتزوج بك ويبغيك انت هي ما غتحمليش الصوره ديالو كتبدل في وجهك. ولا هو اللي بغاك او انت اللي بغيتيه هو ما غيبغيكش. دائما كاين المانع بيناتكم. العلاج كيكون اختي ناديه اول حاجه بان الانسان يسلم امره الى الله ويعمر قلبه بالله وحده لا شريك له ويكثر من الكلمه الطيبه كلمه لا اله الا الله يجعلها في اللسان ديالو يعتبرها هي السيف الذي يدافع به عن نفسه امام هذه المخلوقات الغريبه. هي مخلوقات خلقها الله تعالى كيف عندنا الميكروب كيدخل الجسم ديال البشر وكيدير ليه السرطان او كيدير ليه ربما ثقبه في القلب او ربما يخطف بصره او السكري. هذه كلها ابتلاءات ربي خلقها. كذلك هذا الجان حتى هو مخلوق خلق الله تعالى وقد يتسلط على بعض بني الانسان. فاذا تسلط علينا ما علينا الا ان نجابهه بالادويه ديالو. الادويه هي الرقيه والذكر المتواصل. ولا خاف الانسان يعمر قلبه بكلمة لا إله إلا الله في كل وقت وحين. وإن شاء الله تعالى ربي شافي ويعافي. الله يحفظك لالا نادية والله يكمل لك الرجاء والله يعوضك خيرا مما ضاع. اللهم آمين يا ربي يا كريم. ونتحول من أكادير إلى الدار البيضاء مع أختنا خديجة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك على هذا البرنامج دكتور كريبان. أعزك الله لالا. الله ينورك ويخليك لينا. اللهم أمين يا رب. شكرا لك لالا خديجة. شكرا الله ينورك. بغيت نعاود لك واحد المشكل. نعم. دابا حنا عندي واحد الأخ ديالي طلب من الله يهديه على حيت كيقطع الهضرة على الأب ديالي ولا الأم. نعم. ونطلب من الله يهدي معاه باش يهدي الله. ما شاء الله. علاش كيقطع الهضره؟ واش عنده شي خصام عدم تفاهم؟ ما عرفتش كيوقع شي خصام هكا ما تيهضرش معاهم. شحال السن ديالو؟ عنده شي 26 عام.
ما شاء الله ما شاء الله. كتجي واحد الحاله النفسيه كرد فعل، رد فعل ضد الوالدين. كيكون الطفل الصغير يغضب، وحينما يكبر ربما كيقاطع الهضره، كيقاطعهم وكيهجرهم. الوالدين يعرفوا بان الولد راه معصب، ربما عنده ظروف ديال الدراسه ولا ديال العمل، ولا حتى هو عنده ازمه عاطفيه والخاطر عنده قليله. الوالدين يحاولوا مع غير بالتي هي احسن. الشباب بعض مرات كيوقع لهم هذا النوع من التمرد وكيتمردوا على والديهم، هذا خطا فادح وكبير. ولكن الوالدين راه ممكن ان شاء الله غير بالكلمه الطيبه. لالا خديجه نصحي الوالده خصوصا ان انها تعنق ولدها من اعظم وسائل العلاج. الاناقه كدير له خاطره بزاف من اي حاجه، هو ديما هكا تيقطع لهم الهضره وتطلبوا الله يهديه. الله يهديه يا ربي يا كريم. كاين اللي عنده واحد العرق كيكون شويه ذاك العرق قاسي وكيكون عنيد وكيكون متمرد، الله يهديه. هذيك احسن كلمه قلتها لالا خديجه، طلبوا الله له الهدايه وطلبوا الله له انه يخضع لوالديه ويقطعهم او يهجرهم. هذا ذنب عظيم. الوالدين دائما كما قلنا ربي عز وجل فضلهم وكرمهم، وهما سببنا في الانجاب والتربيه والايجاد فوق الارض. لولا الوالدين ما تولدنا، ربي عز وجل اختارهم هما باش يكونوا سبب في الانجاب ديالنا، وربونا احسن تربيه وداروا داكشي على قدر جهدهم. فالشباب ربما كاين اللي عنده واحد العرق اللي كيكون شويه معصب ومقلق، واخا تكلم معاه كتجي واحد الحاله معينه غنصبروا عليه، غنبدلوا ساعه باخرى حتى يتهدأ. والوالده ما يقصاش معاه، الوالده تكثر معاه من الحنان خصوصا العناق والدعاء احسن طريقه. بالنسبه لي انا تندير لهم الخاطر الوالدين، واللي هو خصوص هو عندنا ولد باقي الله خطب واحد السيده. نعم. ودابا ملي مشى خطبها ما قالهاش للوالد ديالي، وقال لي حتى تشاور معايا وداك الشيء ما عجبوش الحال الاخ ديالي. واش هو خطوبه فعلا ولا غير تعارف في الاول؟ لا هادي من العائله ديالنا. هي دابا حتى ربما يقدر بعض الشباب يكون في الاول باغي غير يتعرف، يجلس النبض واش هاد الناس قابلين، كيفاش عاد يخبر الوالدين يديروا الخطوبه الرسميه. مشى دار مع الكاريط بلا ما يخبر الوالدين. اي 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 ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. وقال لي كان عليك حتى تشاورني حيت هذوك العائله شويه ما مزيانينش. كان خصو يشاوروا وياخذ الراي ديالو، من بعد الا ما اقتنع شيء على الاقل يخبروا يعلموا، ماشي تجو هكذا. والاب ديالي مريض مسكين، ماشي زعما الحالات الصحيه ديالو مسكين، ما تيقدرش يدير شي حاجه باش يمشي لهنا ولا يتسول هنا، ما تيقدرش يرضى. وربما هذه القضيه شكلتي صدمه لم تكن متوقعه. ما كانش في راسو حتى قال لينا راه صافي درت داك الشيء اللي بغيت. لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله. والله يلطف على كل حال من اللي وقع اللي وقع. كيقول الفقهاء وقد نزل ما نزل، مادام وقع اللي وقع دابا الان بلا ما نشدوا مع الحبل بالضد، نخليو نقول له الله يبارك، كتب العقد نقول له الله يبارك الله يسهل، ونمشيو معاه في الخط. راه كيبقى ديما ولدنا وفلدت كبدينا، والوالد والوالده وصيهم لالا خديجه انت تبارك الله الله يكملك بعقلك. امين. انت هي كتجمع الشمل ديال العائله وكتطفي الغضب. قول لهم دابا اللي وقع وقع، يعني راه كتب العقد ودابا الان راه مراته، ودابا بلا ما نرجعوا نشدوا في قلوبنا نكملوا معاه المسيره، نفرحوا ليه نزغرتوا ليه نباركوا ليه ونستمروا معاه. وواحد النهار غادي يندم وغادي يجي يطلب السماحه، وربما ربي يجعل الخير في ديك البنت. كنقول الاب ديالي ديما فيما تيصلي تنقول ليه دعي معاه والله يهديه، كيقول لي واخا بنتي داك الشيء اللي تندير. هي ما يفوتوا شيء. على كل حال الشباب كيخطا وغيجي واحد النهار وغادي يعرف بانه دار خطا. امتى غادي يعرف؟ حتى يولد، ملي يولد الولد والولد يعود يهز عليه كتافو عاد يعرف بانه اخطا خطا شديدا في التعامل مع والديه. الله يهديه الطريق المستقيم. عندي انا واحد المشكل ممكن نعاودو لك. هي لالا خديجه مرحبا. دابا انا كنت عند واحد الناس خدام عند واحد السيد، واحد السيد شويه مسلم وكان مريض. نعم. ومن بعد توفى. نعم. بقيت معاه حتى الاخر ما داو المستشفى وتوفى الله يرحمه ويستر عليه. الله يرحمه الله يرحمه الله. وبقيت عنده بنت وحده ما كانتش كتجي انا، المهم كديرها بحال الوالد، وكان زعما
ما كذبش كنت كنعاملو بحال الوالد ديالي ماشي كأخ ديما عنده في البيت. نعم. وملي توفى داك الشيء البنت ديالو دارتني بحال عمري ما كنت كنتعامل مع داك السيد الله يرحمه بحال كتبغيني على شي غرضها ولا احتاجتني كتجي كتعيط عليا باش نمشي نقضي لها داك الحاجه ديالها في البيت ولا شي حاجه عندها. اييه. ولكن ما عطاتنيش اهميه ما عاوناتنيش قلت لها الوالد مريض وداك الشيء باش تعاوني بحال استهزات بيا فهمتي. نعم. كتعطيني غير المال باش خدمت وصافي كيبقى فيا الحال ماشي. ما شاء الله ما شاء الله. واختي خديجه انت في الاول درتي النيه وتعاملتي بالاحسان مع هذا السيد واعتبرتي بحال الوالد ديالك، كان المفروض انهم يعطوك واحد الاعتبار خاص لانك وليتي واحد من افراد الاسره. نعم. ولكن هما ربما عندهم منطقه التفكير خاص بهم، الله يهدينا ويهديهم. ما فاش كنا في الكلينيك كلشي دوك الاطباء واللي فيرميير اللي تماك في الكلينيك كيقولوا لي واش انت بنته؟ إيه. كنقول لهم راه بنته، كيقولوا انت كنحسوا بك مأثره اكثر من بنته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعلى كل حال دابا بنته كتبقى بنته من صلبه من دمه من لحمه وهي الوارثه وهي وانت درتي الخير وغتلقي الخير باذن الله تعالى. انت اتقنتي العمل واخلصتي في العمل وخدمتي بنيتك وبقلبك وبروحك. هما كيقولوا بان بحالها انا كنت حازن عليه من قلبي ماشي زعما كنت كنتعامل معاه اكثر من اكثر من بنته. وما شوف افكارهم كيفاش دايره. ما شاء الله ما شاء الله. ما يبقاش في الحاله الا خديجه، حتى الحياه غتعلمنا بزاف. ما يا ما في الحياه من صدمات كنسمع حقي بزاف وانا طيبه بزاف وما عمري اديت شي حد. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعوضك خيرا. انا ديما في الصاله ديالي الله ياخذ الحق في اي واحد. ما كنظلم حتى شي حد وانا شحال من حاجه كنسمح فيها واخا كياذيني شي حد. ما شاء الله ما شاء الله. الله يلطف يا رب لاله خديجه. الله يلطف. يا ما في الدنيا من مفاجات ومن اصطدامات. هذه حال الدنيا، هكذا خلق الله عز وجل الدنيا، فيها كل مره غنتلاقوا مع اناس غادي يؤدونا، غنعيشوا تجربه مريره، هكذا هي الحياه الدنيا خلق الله تعالى. نتعلموا ان نكونوا عندنا الصمود وعندنا الصبر ونطوي الصفحه نطوي الصفحه. دابا لاله خديجه هذيك واحد السلسله دازت، طوي الصفحه وبدي صفحه جديده عاوتاني. الحياه تستمر مع ناس اخرين مع وجوه اخرين وتستمر الحياه. ما نبقاش نجر الماضي لان غادي يعذبني وغادي يحرقني. ننسى الماضي ونطوي الصفحه ونبدا صفحه جديده بيضاء مع ناس اخرين. وربي غادي يعوضك داك التعويض اللي ما خديتيش من عدد الناس، ربما ربي يعوضوا لك مع ناس اخرين طيبين. و معايا استاذ كريبه الله يخليك ونور الطريق. الله يكمل لك الرجاء. الله يكمل لك الرجاء لاله خديجه. وانا كنحس بالخوف ما تنعش كيصبح الحمية مقروص بزاف د الحاجات. واخا كنصلي كنوض الفجر كنطلب الله مرضيه ماشي شي وحده اللي ما شاء الله. راه المرضيات هما اللي كيتعرضوا للابتلاء. المؤمن والمتقي واللي في الاستقامه هو اللي كيعطي الله الابتلاء. ربي قال لنا ولنبلونكم، كيخاطب المؤمنين، قال لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف. انت كتشعري بالخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ربي غادي من الصبر غادي يبشرك بالخير. الحمد لله. لاله خديجه الله يفرج عليك بنتي، الله يفتح لك ابواب تيسير، الله يفتح لك ابواب الفرج، والله يلائك مع الاخيار ومع الابرار ومع الصالحين. وربي سبحانه وتعالى يعوضك خيرا مما ضاع. غير اصبري وصابري واحتسبي وخلي امرك الى الله، وربي سبحانه وتعالى غيفاجئك. واحد النهار غتسالي هذه المعاناه وغتجي ان شاء الله تعالى الكرامات. بعد المعاناه هناك الكرامات وهناك الاعطيات. هذه حال الدنيا. الدنيا خلق الله تعالى هكذا سماها الدنيا، من الدنو يعني ناقصه دنيه ما عندهاش قيمه. حنا ما نتشبتوش بالدنيا، اللي جات مرحبا واللي مشات طوي الصفحه وعاود شي طريق اخرى عاوتاني. وتستمر الحياه حتى نلقاو الله يوم القيامه، هذيك هي الدار الاخره اللي فيها الخلود الابدي. اما الدنيا ما نتقلق عليها، ما نحزن عليها، ما نخاف عليها، ما كتسوى والو اصلا. الدنيا غاديه هكذا، ورب سبحانه وتعالى يكرمنا واياكم بالخير.
غناخذ مكالمة أخرى من أرفود مع أخينا الحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ الحاج الطيب. أهلا سيدي الحسين. أهلا الحبيب الحبيب ماشي الحسين. سي الحبيب تبارك الله. أخبارك سيدي. اسم جميل. الله يحفظك سي الحبيب. الله يبارك فيك. الله يحفظك الله يحفظك أستاذ. الله يعزك مولاي. الله عليك الله يعطيك الخير. اللهم آمين يا رب. الله يستر عليك. أغير بغيت نعاودك الله يستر عليك. يا خويا. راه كاين يا سيدي الرجال اللي كيتكرفصوا على العيالة كيتكرفصوا على ولادهم. إيه. يا الله يجازيك بخير. إيه. دابا الراجل دابا محيت معايا مع المراين يولد معاها الولاد وين بغيت نلقاها ويرميها لبرا وعنده دار ويدحيه لبرا. أعوذ بالله هذا ظلم هذا. راه ظلم واحد الظلم راه واحد الظلم كاين يا وداه أستاذ راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم راه خص حتى راه خص حتى القضاة وهذا الشيء يحميو هاد الولاد. يا خويا يا المدونة المدونة أصلا وضعت لحماية الأسرة حقوق الطفل والزوج والزوجة. واخويا راه ما كيحميوهوش ما شاء الله. واش الراجل دابا كيدي مراه ويولد معاها دابا الولاد إن كيولد الولاد يعاودوا وعنده دارو ويخرج سميتو يرميه لبرا واش هذا حق؟ ما شاء الله هذا راه ماشي حق الحاج الطيب. يا خويا والمراه مسكينه ضعيفه ما خدامه ما قاريه كتبقى راه النيت كتبقى راه مسكينه كتبقى مغبونه مشتته. الله الله ولادها هو كيبقى الراجل يضحك عليها وبدارو والمخزن ما كيبغي دوك يطلقوا بحال كيقول لها كيقول لها يا ودي هذيك راه دارو يبيعها ويخليها. ما شاء الله. والتبع هي البلاء ماشي هذا منكر. منكر ظلم ظلم سيدي ظلم. هذا راه ظلم استاذ. يا خويا. راه ما لا كيتسماو الزنقه ولا ما كيحميوش حتى المخزن ولا ما كيحميو. لا حول ولا قوة إلا بالله. راه واحد الظلم راه كاين راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. ونعاود راه كاين واحد. إذا قالك أسيدي عنده ثلاثة العيالات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة العيالات. ثلاثة العيالات وبغى يزيد الرابعة والرابعة كيزيدها قالك بالفاتحة. نعم. وكيقول له راه هذاك العقد ديال سميتو ماشي شرعي. راه القسعة هي اللي شرعية واش هذا الشيء قانون كاين؟ هذا مخالف للقانون وطبعا مخالف للشريعة لأن وهذا الشيء راه كاين كيستغل ذوك العيالات اللي مساكين كيكونوا مع مثلا من 40 كذا ما كذا ما هذه كاجا سيدي وما كيلقاش الحل العيالات يعني كيقول لهم ما كيساعدوش شيء وكيديرها العملية وكيديرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حق. هذا تحايل على القانون ومخالف لمقاصد الشريعة. أنا جلسنا معاه يقول لك هذا العقد اللي كيديرو قالك ماشي شرعي. قالك القسعة قالك هي اللي شرعية. لا حول ولا قوة. هذه شي فتوى ديال شي فقيه ربما لا يدرك مقاصد الشريعة الإسلامية. بالعيد وقداس وقالك أنا كلش. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لي هذا المنكر هذا ودي يا سيدي. أي منكر وظلم ومخالف للأعراف العامة. راه ظلمنا وداو استاذ الله يجازيكم بخير راه كنتو باهل الدين. لا اله الا الله. راكم دياول الكلمه ودياول ياسمين تعافاكم الا ما تشوفوا تغيروا هذا الشيء. لا حول ولا قوه الا بالله. للاسف كاينه فتاوى تروج بين بعض الناس بان المدونه ديال الاسره الجديده فرضت على الرجل مجموعه من القيود وانه اذا اراد ان يتعدد والتعدد هو شريعة الله ربي أباح التعدد لكن المدونة ديال الأسرة علاش دارت قيود على التعدد راه تجمعوا فقهاء ديال الشريعة وتجمعوا كذلك خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع وشافوا الواقع العام شافوا بأن بعض الناس يتلاعبوا بالشريعة ربي دار هذه القضية ديال متنة وثلاثة ورباع ولكن دار بقيودها وشروطها ولقوا الناس في الفترة الأخيرة وقع تلاعب خطير اللي بغى يتفلى على بنات الناس كيقول لها نديروا القصعه ونديروا الفاتحه وكتلقى كل شهر هو مع وحده وملي سالي معها يقول لها انت طالق ما عنده لا حجه ما عنده حتى حاجه. جمعوا الناس اللي هما كيتبعوا الواقع ديال المجتمع خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع وقانون الاسره ولقوا بان هذا ظلم يقع على الفتيات خصوصا ملي كتحمل وكتعود عندها اطفال وكتضيع البنت وكيدعوا والديها وكيدعوا العائله وكيدعوا المجتمع بدو كيغوتوا كيقولوا عك عك عباد الله هذا الشيء راه اللهم ان هذا منكر. قال لهم الفقهاء لا راه الشريعه هذه ربي قال لنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالوا لي لا راه ربي شرع بقواعدها واصولها وشروطها. وديك الساعه جمعوا الفقهاء مع الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع درسوا القضيه من حيث الشريعه
ومن حيث الواقع، لأن الشريعة راهي تنزيل على الواقع. ملي قلبوا لقوا فعلا بأن خطر كبير يقع على بناتنا وأخواتنا، وخطر أخطر يقع على الوليدات اللي كيكونوا سبب في هذا الإنجاب. ومن ثم اتفق الفقهاء والعلماء أنهم يقومون بتفعيل مقتضيات وشروط التعدد كما هي في كتاب الله تعالى وفق المقاصد العليا للشريعة، وانتهوا إلى هذا النمط الجديد اللي هو معمول به في نظام الأسرة، أن الرجل يتزوج مرة واحدة. إلا كتب الله تعالى بغي يتزوج مرة ثانية، كاين بعض الشروط تكون متوفرة فيه، لأنه هو ما قد على الأولى وغادي يزيد الثانية. وكم من رجل يتزوج غير من أجل المتعة والتنزه، يعني يبغى نزوة، عنده نزوة بغى يقضيها، ولكن ينسى بأن الزواج راه أسرة وراه وليدات وراه عائلة وراه نساب وراه أصهار. واللي وقع هو أن بعض الناس ربما من باب المخالفة لما كل ما هو من توابت كيقول لك راه كاينة فتوى، ندير قصعة قصعة ونديروا الفاتحة. أركان الزواج في الشريعة ما هي؟ كيقول لك القبول والإجاب، يعني أن العريس بغى والبنت قالت ليه واخا، وموافقة ولي الأمر ماشي ضرورية، هي تاهي غير تكميلية، فقط شاهدي عدل وواحد الفاتحة والإطعام. وكينساو بأن لابد أن يكون هناك الإشهار والدف والصوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكونش هذاك الشيء بالخفاء. وكيتزوج مع السيدة غير بالفاتحة، كيقضي معها شي يامات، وواحد النهار ما كيجيش، كيبات ما يصبح، فينك فلان؟ كيقول لها شكون انت؟ ما كنعرفك شيء، ياك حنا مزوجين بالفاتحة. كيقول لها صافي راه تبين لي بأنك ما تصلحش ليا، بكل بساطة هكذا. وديك البنت كتضيع، اللي كيضيعوا بزاف هما البنات، وربما كاين اللي مسكينة ظروفها صعبة بغات تستر، وكاين اللي هو كلامه حلو وكيزوق الكلام وكيقوم باصطياد هؤلاء البريئات. هذا ظلم ومخالف لمقاصد الشريعة. وربي عز وجل يأبى الظلم، راه الظلم أنواع وأشكال. راه الظلم ماشي نتصوروا دائما واحد الإنسان عنده سلطة كيظلم واحد مواطن بسيط، أو غني كيظلم فقير. راه كاين الظلم ديال الوليات، أخطر الظلم، كتظلم واحد الولية، كتظلمها لأنك كتزوج بها وباغي تعطيها الفاتحة، وانت باغي تنصل من الشروط وتنصل من الواجبات والمستلزمات اللي عليك. ملي غتولد هاد السيدة هادي، هذاك الولد أو ديك البنت شنو هو المصير ديالو؟ واش تكون عنده حالة مدنية؟ واش فكرتي بأن ذاك الولد أو ذاك البنت غادي يضيع؟ واللي غادي يضيع هي ذاك الزوجة. دابا الآن كنلقاو مجموعة ديال السيدات والدة وكتدور في المقاطعات وكتدور في النيابات وكتقلب على تسوية الوضعية. الراجل كيقول لي أنا ما عندي ما ندير، سيري أنت قلبي. وكتلقى مسكينة هي يا هز الحالة المدنية وهز معها واحد 2000 درهم بغات تعطيها رشوة، يفكوها وكتدق البيبان وكتبوس الريوس وكتبكي عاونوني بغيت نسوي الوضعيه ديال وليداتي. والراجل ما كيجريش معاها، كيقول لها هذا الشيء لا قسم الله، هذا القانون، راه الدوله هكا هكا، وكيتنصل. هذا ظلم واعتداء. وحنا عندنا بناتنا كلنا وعندنا خواتاتنا كلنا، وكما تدين تدان، اللي دار الخير غادي يلقى الخير، واللي دار الشر الله يغفر لنا وله. كنشكرك السي الحبيب من ارفود، حنا حسينا بانك مضرور لأنك شعرت بأن الضرر انزل على إحدى القريبات ديالك، وهذه ربما صيحة قلتها باش الإنسان اللي هو غافل يصحى، وبناتنا يتسنى وتجي من الله النصيب ديالهم، والقضاة كذلك من ناحية أخرى أنهم يسهلوا المسطرة شوية، ما تكونش ديك المسطرة نطبقوها بواحد النوع من الصرامة الكثيرة، لأن الإنسان من اللي كيشوف الصرامة القوية في القانون كيضطر أنه يبحث على منفذ. وكيلقى بعض الفقهاء اللي كيقلبوا على فقه التيسير وكيعطيو فتوى جاهزة بأن هادشي كله راه قانون طاغوت ماشي قانون الشرع، وكتعود أفكار أخرى متطرفة وكتنتج لنا مجتمع فيه خلل ديال الأولاد وديال الأسرة. نسأل الله السلامة والعافية، والله يصب من عنده سبحانه وتعالى. ونبقاو يا أصحابي بهذه الوصية. أيها الأحباب الكرام، تعالوا بنا في ختام هذه الحلقة نرفع أكف الضراعة إلى الله جل علا، ندعوه سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاقنا ويفتح لنا باب الفرج وباب التيسير. تعالوا بنا نحمده
ونشكره ثم نقدم بين يديه مطالبنا، فإنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. الحمد لله الذي جعل رزقنا في يده ولم يجعل أرزاقنا في أيدي الناس. الحمد لله الذي عرفنا نفسه ولم يتركنا عميان القلب. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كربنا وتغفر بها ذنبنا وتصلح بها أمرنا وتغني بها فقرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همنا وغمنا وتشفي بها سقمنا وتقضي بها ديننا وتجلو بها حزننا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجوهنا. يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بحق قولك: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. فاللهم يا رب العالمين، بحق هذه الآية العظيمة، اللهم ارزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا، رزقا واسعا مكرما. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فيسره ومكن منه، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا فيها وقنعنا بما أعطيتنا. اللهم يا رب العالمين، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وأرزاقك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا رب العالمين، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطايا، يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مقيل العثرات. اللهم أنعم علينا بنعمائك، اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم جد علينا بجودك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. نعود بك يا الله، نعود بك من الهم والحزن، ونعود بك من الكسل والبخل، ونعود بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا جميعا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعاءنا من غير رد، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم نور لنا دروبنا واغفر لنا ذنوبنا وحقق لنا ما يكون خير لنا. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل صلاتنا وجميع طاعتنا وأجب دعواتنا،
وأصلح أحوالنا وبيض وجوهنا واجعل الريان بابنا والفردوس ثوابنا والكوثر شربنا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا باب الخير والتيسير وسد عنا باب الشر والتعسير. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا اللهم في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمائك متنين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنه ليس لنا علم بموضع أرزاقنا وإنما نطلبه بخطرات تخطر على قلوبنا فنجول في طلبه في البلدان وفي مختلف الأماكن. يا رب إننا نطلب الرزق حيارى لا ندري هل هو في سهل أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بحر أم في بر. يا رب العالمين علمك محيط بكل شيء، قد علمت علمك برزقنا وعلمت بأسبابه. اللهم الطف بنا وسببه لنا برحمتك وآتينا به في القريب العاجل. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ربي يا كريم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم كما صمت وجوهنا عن السجود لغيرك فصن وجوهنا عن المسألة لغيرك. اللهم يا ربي يا كريم نسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم يا رب يا كريم إنك تكفلت برزقنا ورزق كل دابة في الأرض، فيا خير من دعي ويا خير من سئل ويا خير من أعطى ويا أفضل مرتجى. اللهم عجل لنا بالفرج، نسألك اللهم حسن المعيشة، رزقنا معيشة نتقوى بها على جميع الحوائج ونتوصل بها في الحياة إلى آخرتنا من غير أن تطرفنا فنطغى أو تقتر علينا فنشقى. اللهم ارزقنا حلالا واسعا رزقا فيه خير وبركة عظيمة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرزاق من المرزوقين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.